سعيد. بكم النهارده عندي ثلاث اربع حاجات حلوين قوي في الاسنان قوي. اول دراسه مهمه او اول معلومه مهمه انه فتح الفم اثناء النوم يضر بالاسنان جدا وممكن يؤدي الى التسوس. ما تفتحش بقك طبعا، مش هقول لك ما تفتحش بقك، عالج مناخيرك كويس عشان ساعات فتح البق بيبقى نتيجه انه المناخير مسدوده، لدرجه ان هم قالوا ان لها نفس اضرار شرب المياه الغازيه. يا شرب المياه الغازيه بيضر؟ طبعا بيضر جدا. حاجه ثانيه برضو مهمه قوي قوي من ضمن المعلومات الرائعه، الحاجات العضاده على السنان دي في منتهى الخطوره للاطفال. ما تجيبوش اي حاجه تتعض على الاسنان، العضادات بقى اللي هي بتاعه اللي بتتحط في بق الطفل عشان يسكت، دي في منتهى الخطوره وليها مخاطر. غير كمان الانفكشن، العدوى اللي ممكن تكون مسؤوله، لقوا انها بتضر بتكوين الاسنان بشكل كبير. برضو مهم قوي قوي انه الدراسة لقوا ان الستات اللي ما بتهتمش باسنانها صحتها العامة بتبقى اكثر عرضة للمشاكل، واكثر عرضة للمشاكل القلبية والشرايينية، وضغطهم بيعلى. اللي ما بيهتمش باسنانه وما بيظبطهاش بعد سن اليأس بالذات لقوا انه بيحصل لهم اصابات كثيرة قد تكون خطيرة على مستوى الجهاز الدوري، على مستوى القلب. ده كلام مهم جدا جدا جدا. النهارده حوار مثير الحقيقه، لانه هيجمع ما بين العلم وهيجمع ما بين التنظيم في الاداره، وهيجمع او يشير الى انه كيف تستشف انت داخل على ايه؟ داخل على كيان مبني على نظام علمي منتظم او منضبط، له خلفيه علميه اجتهد في صناعتها، ام أنت تدخل على مشروع تجاري مثلا، على شيء ليس له علاقة من قريب أو من بعيد لا بالعلم ولا بالتنظيم ولا بالأكاديمية المعروفة عن طب الأسنان. هذا أمر يبدو أنه سيكون مثير. نعم، مع ضيف العزيز القيمة العلمية المتميزة، صاحب الأداء الرائع والحضور الكاريزمي المتميز والتنظيم، هابي بيسعدني جدا بتنظيمه، منظم للغايه، استاذ الدكتور كريم ابراهيم. الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، وبالذات في نقطه الديزاين. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. في انجلترا يحاكموه. حكم الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي. في تخصص نقدر نقول اهم في طب الاسنان علميا؟ ما فيش حاجه اسمها كده. اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%. الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، زميل الكليه الملكيه لتجميل الاسنان جامعه ادنبرا، استشاري التركيبات الثابته لتجميل الاسنان، المدرب المعتمد ببرنامج الزمالة الدولي لتجميل الأسنان. ضيف العزيز دكتور كريم ابراهيم، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. عايز اسالك سؤال قد يبدو يعني فيه من اقول لك ايه، فيه من البراءة، سؤال بريء. هو في خناقات بين التخصصات ولا في تخصص هو الملك والباقي كله بيخدم عليه ويجي؟ يعني في درجه، يعني في تخصص نقدر نقول الاهم في طب الاسنان؟ والله اقول لحضرتك حاجه دكتور ايمن، تخصصات طب الاسنان كتير، يعني وصلت ل 18 قسم بيشتغلوا مع بعض. علميا ما فيش حاجه اسمها كده، يعني علميا ما فيش قسم يسيطر على قسم، بس في قسم الناس بتهتم بيه قوي وبالذات الفتره دي، عشان كده احنا من وجهه نظري بعتبره اهم قسم في طب الاسنان، قسم اسمه قسم الريستوراتيف. ايه الريستوراتيف ده؟ الاستعاضه. ناس كتير ما يعرفوش، هم يسمعوا عن التجميل، دكتور بيعمل تجميل الاسنان،
لو سافرنا بره قعدنا مثلا في انجلترا او في اي دوله تانية وقلنا لهم احنا بنشتغل كوزماتيك يضحكوا علينا. مفيش حاجه اسمها كوزماتيك، مفيش حاجه اسمها تجميل، مفيش قسم اسمه تجميل في طب الاسنان. هو في قسم اسمه ريستوراتيف. الريستوراتيف ده ازاي تقدر تعوض الاسنان وتستعيدها وتعمل سمايل ميك اوفر وتغيرها عن طريق ادوات معاك. فهو الكلمه العلميه لكلمة التجميل اللي بتستخدم كماركتنج اكتر عشان الناس تفهمها ان احنا نعمل سمايل ميك اوفر او نغيرها، هي كلمة الريستوراتيف، تعويض الاسنان. قسم الريستوراتيف في ادنبرا هو الملك بالمعنى اللي حضرتك قلت، هو القسم اللي يقدر يدير تريتمنت بلان فيها 8 او 9 اقسام، بس هو المسؤول عن التريتمنت كلها. هو اللي يقول بتاع الجراحة هيدخل امتى، هو اللي يقول بتاع التركيبات يدخل امتى، هو اللي يقول بتاع علاج اللثة يدخل امتى. فوجود دكتور دارس في قسم الريستوراتيف متهيألي من وجهة نظري أهم قسم يقدر يدير مجموعة كاملة. قسم الاستعاضة. بالظبط. الاستعاضة اللي هو الحصول على شيء مفقود باللغة البسيطة، يعني حاجة اتفقدت بنرجعها تاني. وفي القصر العيني ابتدوا يعني ينتبهوا للنقطة دي، ما كانش في قسم ريستوراتيف ابتدوا يشتغلوا يعملوا ماستر ريستوراتيف ويعملوا بي اتش دي ريستوراتيف، لأنه اكتشفوا إن العالم كله بيشتغل عليه. ماستر ودكتوراه للريستوراتيف ده. الاستعاضة. يس. الاستعاضة. عايز أروح برضو النقطة مهمة أوي. التكنولوجيا والمهارة، التكنولوجيا والمهارة، هل هما برضو في تنافس في خناقة ولا في الاثنين بيحافظوا على بعض؟ التكنولوجيا تحافظ على المهارة والمهارة المفروض انها بتحافظ على التكنولوجيا. بالطبع بالطبع الاثنين بيحافظوا على بعض. وجود التكنولوجيا من اهم الحاجات اللي احنا بنشتغل عليها، وبالذات في ظل ماركت سريع زي طب الاسنان. انا متهيالي من وجهه نظري ما عداش علينا من خلال 5 سنين 3 شهور ما نزلش فيها جهاز جديد او نزل فيه تحديث جديد. يعني هدي مثال بسيط، السرك. كلمه السرك كلمه كبيره، لكن انهي سوفت وير، انهي ديزاين جديد، انهي كاميرا هتصور بيها. فالسرك بقاله 4-5 سنين كل 3 شهور ينط، كل 3 شهور بيعمل تغيير جديد. فبقت كلمه السرك كلمه عامه، لكن الفيرجن اللي من 5 سنين ده ما حدش بيستخدمه. البلو كام، الكاميرا اللي كنا بنصور بيها البيشنت من 5 سنين ما بقتش موجوده دلوقتي، ما انا مستخدم كاميرا احدث نقاها اعلى. فالتكنولوجي حاجه كبيره، بس دايما انا ابتدوا الناس يسموني هنا عدو التكنولوجي من كتر ما انا كنت بقول يا جماعه ما تخلوش الاجهزه تسيطر على الدكتور، ارجوكم ما تخلوش الجهاز يبقى هو الشاغل الاكبر. لدرجه ان جالي بيشنت كل ما ادخله عندي المكان اقول له مثلا تعمل ديجيتال اكس راي، خش تصور عشان تعمل ديزاين. يقول لي دكتور ما انت عندك الحاجات دي، امال ما بتتكلمش ليه؟ قلت له انا ده اتعلمته، انا اتعلمت في ادنبرا ان العلم اهم حاجه، النوليدج اهم حاجه، والتكنولوجي تيجي في المرتبه الثانيه. درز الماشين ما بتشتغلش لوحدها، دايما في حد بيشغلها، حد يقدر يسيطر عليها، وبالذات في نقطه الديزاين. الماشين ما بتعملش ديزاين، لكن بتصنع اللي انت عايزه بسرعه، بتصنعه في اقل وقت بدقه متناهيه. فالتكنولوجي بتكمل العلم، بتكمل المهاره، لكن ما بتنفصلش عنها. وده مهم. قسم الزراعه، قسم الزراعه وجدنا ارتباط وثيق جدا بين قسم الزراعه والتجميل، ده طلعوا يعني كانهم اوضه واحده. صحيح. بس الناس عندها افكار كبيره وثابته، وانا نفسي بشوف الافكار دي في دماغ بعض الناس، ولما بننزل الكاميرا سجل معنا الناس بنسمع عجيب. افكار الناس عن الزراعه ساعات بتبقى غلط خالص. ايه اكتر حاجات اللي ممكن تسمعها عن الزراعه؟ وبرضه عايز اعرف اهميه الزراعه بالنسبه للتجميل. والله يا دكتور ايمن انا اشتغلت على قسم الامبلانتس عندنا او الزراعه بشكل كبير خلال السنين اللي فاتت. كان تركيزي كله ان الناس كانت متخوفه من الزراعه بسبب زي ما حضرتك قلت افكار مغلوطه كتير عندهم، وصراحه بسبب نتائج ما كانتش بتبقى دايما جيده، ما كانش بيبقى استخدام الزراعه لبعض الناس بدقه شديده، والزراعه محتاجه دقه متناهيه. حضرتك عارف ان اعلى تريتمنت اوبشن في العالم في تعويض الاسنان هو الامبلانتس، هو الزراعه. نسبه السكسس ريت بتتخطى ال 95%، في حين حتى التركيبات الثابته حتى القشور ما بتتخطاش ال 90% في الاكاديميك بوكس. نسبه النجاح تصل الى 95%. بالظبط، ده اكاديميك بوكس. يعني في الكتاب اللي الطلبه بشرحه لهم بقول لهم ان السكسس ريت بتاع الامبلانتس اعلى سكسس ريت، اعلى نسبه نجاح، بس اللي اتعملت مظبوطه. ف ابتدينا ندرس الناس بتفكر في ايه، وابتدينا نجمع شويه حاجات تيبس هم بياخدوها بشكل إشاعة ويبتدوا يعتبروها حقيقة. أول إشاعة هي إن الزراعة ما بتتعملش لكبار السن. يقول لك أنا كبرت ما أقدرش أعمل زراعة. أقول له ده إحنا أصلاً فكر. دي سمعناها من الناس في الشارع، يعني سجلنا لهم في الشارع. وإحنا بنسمعها كتير في الكلينك.
فاقول له ده الزراعه احنا فكرنا فيها لكبار السن، يعني السن الصغير ما كانش بيفقد اسنانه بالشكل الكبير، فما كناش او بنعوضها له بالتركيبات الثابته او فالامبلانس خاصه بكبار السن، دي معموله عشانك اصلا، معموله للناس اللي فقدت كميات كبيره من اسنانها جدا وعايزين نقدر نعوض لها، فالزراعه او الامبلانس معموله مخصوص عشانك لكبار السن. اخر بيشنتس عندي كانت 64 سنه متخوفه من طب الاسنان، بعد ما خلصت وبعد ما خلصت الزراعه بتاعتها عملت 4 زرعات فوق وست زرعات تحت، جابت يعني خالتها 84 سنه تعمل امبلانس بعد ما زال التخوف ده. فدي اول نقطه، الزراعه لكبار السن مخصوصه لكبار السن عشان يعوضوا اسنانهم. تاني نقطه، نقطه العدد، ودي نقطه هنشرحها هنا دكتور، مفيش حد اتكلم عنها قبل كده والناس كانت بتتخوف عنها كتير. مريض الزراعه بيتخيل انا عندي كام سنه وضرس ناقصين، فيقول مثلا عندي 10 ضروس ناقصين، لا دول كتير قوي اكيد مش هعرف ازرعهم، ولا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الصحيه. مش لازم عدد الاسنان اللي ناقصه عندك يبقى ده عدد الزرعات اللي هيتحط في بقك، يعني احنا ممكن نحط 3 أو 4 زرعات ونعوض بيها الفم كامل بالتركيبات الثابته نحمل عليه بالظبط. فما تتخوفش ولا من الناحيه الماديه ولا من الناحيه الصحيه، مش معنى ان انت فاقد مثلا 12 سنه انك هتحط 12 زرعه. لا 12 سنه انا ممكن احط 3 أو 4 زرعات. فكر يقول لك فين الارض اللي هزرع فيها ال 12 زرعه بالظبط، وانا هستحمل كل ده والناحيه الماديه هتبقى بالنسبه لي ايه، فكل ده لازم تلغيه. انت لازم تروح لدكتور تقول له حط لي ديزاين، انا محتاج كام زرعه عشان اعوض اسناني، اقصى عدد نحطه في الفك السفلي مثلا 6 زرعات تعوض بيها كل الفك بتركيبات ثابته في اعلى الاحوال 6 زرعات بس. فما تقعدش تعد اسنانك وتقول انا محتاج كام زرعه، لا روح للدكتور واساله انا محتاج كام زرعه. ثالث نقطه الوقت، بتاع الرابع نقطه دي احنا عمالين نرش اشاعات وافكار مغلوطه. الوقت ده الوقت قاعد يقول انا هقعد 6 شهور، مين قال كده؟ دلوقتي الامبلانس الجرماني والسويسري بتقعد شهر ونص، يعني كان زمان لازم احط الزرعه واستنى تلتئم في العظم لمده 6 شهور، دلوقتي خلاص قضينا على النقطه دي، ابتدينا نستخدم ادفانسد امبلانس، امبلانس حديثه جدا تقدر تلتئم بالعظم من بعد شهر ونص نبدا نركب. ده غير ان في حاجه اسمها الاميديت لودنج اللي انت تقدر تخرج من الكلينك بطربوش فوق السنه بتاعتك، ودي بنعملها في حالات الاسنان الاماميه بالذات، المريض مش هيقدر يخرج ولا يوم. ففي بعض الحالات بنقدر نشتغل يعني مثلا الموضوع. احنا قلنا ايه برضو ندخل الكلام مع كلينيكال مظبوط، يعني احنا برضو لسه في السؤال صحيح، ده سن كبير، ده انطبق عليه الرد في كل اللي انت قلته صحيح، ده سن كبير عدد كبير صح صحيح، واعتقد كمان ده سن كبير قوي يعني مش سن متخطي ال 80. الراجل كان ظريف جدا في قمه التفاؤل، دمه خفيف دمه خفيف جدا وقعدنا نتكلم معاه، قال لي دكتور انا عندي حلم واحد. قلت له ايه؟ قال لي نفسي الاقي عندي اسنان بيضه زي اللي بشوفها في التي في. فهو كان جايب اسنان ناقصه وبقيه الاسنان اللي هنا محتاجه شويه علاجات. فعملنا له ايه؟ قال لي يا دكتور طبعا انا اكيد مش هستحمل الزراعه. قلت له مين قال كده؟ انا عندي اكس راي او اشعه، استنى لما نتفرج على الاكس راي واقول لك تستحمل الزراعه ولا ما تستحملهاش. لما عملنا السي تي، ودي مهمه كنا لسه هنقولها في الاشعاعات، ان ما فيش دكتور زراعه يعمل زراعه من غير اشعه مقطعيه. طب نوقف احنا كده بس ايه بنوري ده احنا ماشيين لسه في السؤال دي الحلقه قبل دي الحلقه قبل الشكل قبل. اول ما جاب خلينا نقف شويه، ارجع برضو لحته المعلومات المغلوطه، انه انت قلت لي كمان انه في ناس عندها اعتقاد انه ما تعملش اشعه مقطعيه. ما فيش حاجه اسمها كده في الدنيا، لو كده تروح مسلم على الدكتور وماشي. الاشعه المقطعيه على مهلك خالص في الحته دي. الاشعه المقطعيه اهم حاجه في الزراعه. انا لازم ادرس حاله العظم كويس قوي، ولازم اعرف انا هداخل على ايه، وده اللي عمل تطور في الزراعه. اما نسلم على الراجل وامشي بقى امتى؟ يعني المريض اللي يدخل على الدكتور يلاقيه هيعمل له زراعه وهو ما شافش اشعه مقطعيه، يسلم عليه شكرا يا دكتور ويتوكل على الله. سلام عليكم. بالظبط. ليه يا رب يا معلم؟ ده بيرجع بيه 30 سنه لورا. ليه؟ قبل كده كانت الزراعه مخيفه ليه؟ الجراح لسه بيفتح ويبص ويشوف بقى حالة العظم ويشوف هيحط الزرعة رقم كام ويحط طولها كام، الكلام ده اختفى. أنا بدخل على حالة الزراعة عندي معلومات أكتر من الجراح، أنا درست كل حالة العظم قبل ما الدكتور يشتغل. عشان كده بقول لهم إن الزراعة بتاخد 10 دقايق شغل، يبقى ممكن ناخد لها ساعة دراسة أو ساعتين دراسة، لكن 10 دقايق والعيان بيشتغل. ليه؟ أنا درست كل حاجة، حطيت الزرعة في 10 دقايق. فالمريض ده قلت له صدقني إن أنا بعد ما أشوف السي تي بتاعتك ممكن تبقى عندي افضل من شاب عنده 22 سنه في حاله العظم، مش شرط. قال لي يا دكتور انا عندي سكر. قلت له بره في انجلترا يحاكموك، يحاكموا الدكتور اللي يعامل مريض السكر اكنه اقل من اي مريض عادي، من اي مريض عادي، يعني مريض السكر
الكنترولابل يتعامل زيه زي اي حد. في حاجه اسمها كنترولابل دايابيتس، السكر اللي العيان متابع مع الدكتور وبياخد الدواء بتاعه بانتظام لازم يتعامل كانه مريض عادي. الانكنترولابل هو اللي نقف، الراجل اللي مش ماشي مركز مش بياخد الدواء، لا نعمله كنترولابل الاول. فقال انا عندي سكر، قلت له لا يعني لا يا شيء، ما دام انت كنترولابل متابع مع الدكتور بتاعك. عملنا السي تي لقينا الوضع ظريف، وكان هيعوض الاسنان الاماميه اللي حضرتك شفتها مخلوعه دي بزرعات. قال لي طبعا احنا نزرع بقى 6 زرعات، انا عندي 6 اسنان ناقصه. قلت له لا، احنا نزرع زرعتين بس ونحط عليهم بريدج 6 يونت. فالراجل ده ابتدينا نصحح له كم معلومات، ابتدينا نوريه له طول العظم وان طول العظم مناسب جدا وان احنا نقدر نستخدم الزرعه ونبقى في امان جدا. وكان عنده مشكله في الوقت، فاتفقنا معاه ان خلال شهر ونص هنكون ركبنا كمان على الزرعات. وبقى جال ملعبنا بقى اللي هي قسم التجميل بقى، ازاي هنحط التركيبات الثابته ورا ونحط جنبيها الزرعات قدام ونعمل شكل جميل. والنقطه دي الراجل كان عنده ثقه كبيره فينا، وابتدى يشوف شكل اسنانه، وابتدى نوري له الديزاين على الكمبيوتر، وابتدى مرحله من الثقه ورا الثقه لحد ما وصلنا للشكل ده. ده انا هقول لكم بقى ان وشه هيتغير، ابتسامه الراجل ده من اجمل الابتسامات اللي شفتها. ما هو هيتغير مع الوقت كمان، صحيح. هيرجع تاني الحتة الانخساف الشديدة اللي هي بتاعت الوش اللي حصل من مفيش أسنان، لا هترجع تاني. صحيح. يعني لو ست كانت هتبقى عندها اعتقاد انها محتاجة فيلر، بعد ما تعمل سنانها بالشكل ده هتلاقي نفسها محتاجة. لان في جزء لازم نبقى فاهمينه، ان بيحصل ليب سبورت نتيجة وجود الاسنان، بيحصل بعض من الليب سبورت، صحيح في جزء معتمد على البون او العظم، لكن الشكل الرئيسي اختلف، الضحكة اختلفت. الراجل ده وعدناه ان احنا هنحقق له الحلم اللي جه قاله اول يوم، وكان يوم النتيجة النهائية كان حاجة ظريفة وعظيمة بالنسبة له. والله انا بشجعه ان هو كمان حتى يعني خده، يعني خد ابتسامة شباب. يس. يعني هو قال لي قال لي يا دكتور انا عارف ان انت مش موافق، وعارف ان انت عايز تعمل اسنان اغمق شوية عشان انا سني كبير، بس ده حلم نفسي احققه. هيتبسط يعني. فالتيم بصلي، التيم بتاعي، يا دكتور قلت لهم ذا بيشنت ويش، في وقت لازم احط البيشنت ويش او رغبه المريض قدامي. طبعا طالما مش متناسق، اصل هي اللون مش متنافي مع الطب مع العلم، انما بضروش اقدر اعمل له لون. في مريض تاني اصر بقى، يعني مثلا 40 50 سنه مثلا وعايز يعمل اسنان فاتحه، افضل اقنعه مره واثنين وثلاثه ان احنا خصوصا لو كان غامق قوي. صحيح. يعني لو كان هو البشره برضو بالظبط، هي دي النقطه. الراجل ده كانت بشرته فاتحه جدا، فساعدتني ان انا اوافق على الشيد ده. ما زلنا برضو في السؤال، واضح ان هو عنوان الحلقه تصليح مفاهيم خاطئه حول الزراعه. صحيح. في مفهوم تاني حول الزراعه؟ في مفهوم، انت قلت كذا مفهوم، احنا نعيد بس المفاهيم بسرعه. يعني احنا قلنا كبار السن، ان كبار السن الزراعه معموله عشانهم. قلنا عدد الزرعات، ما تقعدش انت تعد عدد الزرعات وتتخيلها، لا احنا اللي نقدر نحط لك تصميم باقل عدد للزرعات. ثالث نقطه الدايابيتس او السكر، ما تعتبرش عشان انت مريض سكر ما مش هينفع الزرعات. رابع حاجه قلنا الاشعه المقطعيه لازمه، لو ما عملتش اشعه مقطعيه قبل الزراعه انت بتتعرض لخطر كبير. فدي معظم الحاجات اللي احنا سمعناها، وكل حلقه ممكن نشتغل ونشوف ايه اللي الناس. طب انا هسالك على حاجه برضو في معلومه مغلوطه. يطلع مش عارف حد يقول لك ايه الزراعه برقم يقلقك، اسعار تقلقك قوي. يعني بقى للاسف بقى الشديد بقى احنا بننزل بمستوى الزرعه لمرحله بيخلي السكسس ريت ونسبه النجاح اللي احنا قلنا عليها عاليه قوي تقل كتير. ما هو ده موجود. بالظبط، وخصوصا في بعض المراكز اللي مش بيديرها اطباء. وعشان كده انا بقول ايه، اقول للمريض كده يا دكتور ما انا بسمع اسعار زرعات قليله. اقول له اسمي اهم من حالتك، انا اسف. لازم استخدم زرعه ابقى مطمن. انت عارف حضرتك ان جيرماني اللي هي اعلى انواع الزرعات في العالم فيها انواع قليله، يعني تبقى زرعه الماني بس الشركه ضعيفه حتى وهي الماني. فاحنا حتى جوه المانيا نفسها بقينا بنختار انواع الشركات اللي نتعامل معاها. فهي فكره الزراعه انا بقول له في من صحيح من اقل الحاجات، في بتوصل للزراعه اللي هي الزرعه اللي هي صناعه محليه خالص بتتصنع في مصر، صحيح مستخدمه بس ما تضمنش سكسس ريت عالي. ما تضمنش مثلا ان انا ابعت ايميل للشركه اقول لهم معلش الزرعه دي حصل فيها مشكله، ابعتوا لي واحده في الشركه اللي انا بتعامل معاها في يوميها بيكونوا بعتوا لي. ربنا يوفق. بس في مصر انا بدعو انه يا ريت نعمل زراعات صناعه مصريه، بس احنا في الاخر بنتكلم على كواليتي. بس اللي يعملها الدوله، يعني انا اتمنى الدوله بقوتها، مؤسسات الدوله هي اللي تعمل المانيفاكتشرنج ويقدر يطور طب الاسنان هنا ويعمل مصنع عملاق والناس كلها بتتوق ان تلاقي زرعات بقى مصريه بس بكواليتي عاليه. يعني ليه؟ انا بس عايز اضمن انه الدوله بقوتها ليه؟ عشان تدعم انه الكواليتي تبقى معموله عاليه جدا. صحيح.
او بتبقى خاصه بس يكون اللي وراها منظومات قويه يعني مش ناس مش وده هيحتاج وقت وهيحتاج جهد. فاحنا في الفتره الحاليه لا هنعتمد على الحاجات اللي سبقتنا بكتير اللي قادره مانيفاكتشر زرعه بشكل كواليتي عالي جدا. طيب الحاله الثانيه بقى الحاله الثانيه تجميل اكتر منك. التجميل اتكلمنا عليه ان ده ملعبنا احنا واحنا قعدنا نقول ان احنا انت جايب حالات صعبه قوي الناس على طول تقول لي انتوا ليه الحاجات دي. اقول لهم يا جماعه يعني الناس دي هي اللي من حقها تشوف صورها ومن حقها تعرف ان هي حصل تجميل. الناس بتخاف من الحالات بتاعتنا قبل لا بالعكس قبل الشغل بالعكس احنا بنجيب الاصعب عشان يبان ان الاسهل بالظبط. وده انا بحاول اقنعه للناس مهما كانت حالتك لا احنا قادرين ان احنا نغيرها. انا فاكر مجموعه الحالات بتاعه الامبوسيبل كيس صحيح رائعه كانت صحيح صحيح جميله فالكيس دي كانت متخيله ان هي لا امل بقى انا هوب عندي اسنان اتكسرت على الجنب اليمين والجنب الشمال عاملين اوفرلابنج بالشكل ده التهابات في اللثه شديده حوالين الاسنان. والمريضه دي كانت بتقول لي طب انا دلوقتي هجمل اسناني ازاي وانا اصلا اسناني مش منتظمه يعني في سنه صغيره جنبيها سنه كبيره ما عندكش انتظام ولا في حاله اللثه ولا في الشكل الداخلي ولا في البايتنج في العضه. الحالة دي من أصعب الحالات التجميل اللي احنا اشتغلنا عليها لأن كان عندنا كل مشاكل الدنيا فيها. ابتدينا نجيب السيراميك اللي هو البلاك بتاع اللي بنعمل منه الكراونز وبنعمل منه الفينيرز اللي هي القشور والكلام ده وابتدينا نقول احنا هنلعب براحتنا يعني هنعمل كراونز بسمك معين وهنعمل قشرة بسمك معين عشان أقدر أوصل لشكل متناسق. ودي بقى النقطة المهمة دكتور أيمن ونبهنا ليها كذا مرة الديزاين التصميم حركة عارف الفاشن والفساتين و طب الأسنان بقى كده الدكتور ناقص فعلا بعد ما يخلص الديزاين يمضي عليه. فانت مهما كانت قدامك ماشين وانت دماغك مش شغالة مش هتعرف تشتغل مش هتعرف تعمل ديزاين مظبوط. فاحنا كان كل تركيزنا ان احنا ننسى التكنولوجي شوية ونركز في التصميم الرسمة هنرسم أسنان زي دي ازاي ونرجعها للوضع الطبيعي. ابتديت ادخلها على السرك وابتدينا نعمل لها ديزاين للاسنان وابتدينا نحط شكل الانتظام ونبعتها لها على الواتساب بتاعها عشان تصدق ان النتيجه هتبقى ظريفه. وده كان الشكل النهائي. لو حضرتك شفت الصور قبل وبعد جنب بعض لا يمكن تتخيل ان دي نفس المريضه. عملنا اسنان عملنا اسنان منتظمه جدا اشتغلنا عليها بشكل مميز جدا وكانت النتيجه النهائيه بالشكل ده. روعة لو خدنا قبل وبعد هتجد انه فارق شاسع يعني حتى الشفايف انتظمت يس. وده احنا تدخلنا فيه ارتاح الناحية الشمال في الشفة الشمال لسه برضو عالية سنة بس صحيح. برضو ارتاحت شوي افضل بكتير شوي. اشتغلنا عليها كفاية ان حجم الاسنان بقى متناسق ترتيبهم بقى متناسق وده كانت اهم نقطة عندنا بالنسبة لنا. ادنبرا ما زالت هي يعني الجامعة الأعلى والأعظم في أوروبا وأنا أتشرف بأن أنا انتميت لهذه الجامعة جامعة أدنبرا. لما أنا بجيب بلاكسيرة أدنبرا يعني نظام انضباط بشكل كبير جدا سواء في الطب البشري أو في طب الأسنان. احكي لي بقى انا فريق العمل عندي ساعات يقولوا لي كده واحنا في جيش ايه اللي بتعمله ده يعني قلت له يا جماعه والله اتعلمت كده درست كده واشتغلت كده فلازم اطلع. انا كان قدامي طريق سهل جدا ان انا اكمل هناك انا اخترت طريق اصعب لا انا هاقيم مؤسسه هنا تمشي بنفس النظام ودي حاجه من الصعوبه جدا. فمره مريض سالني قال لي يا دكتور ايه المركز ده وايه الاجهزه دي وايه الحاجه دي ايه اهم حاجه عندك في المركز ده. قلت له شايف الحيطه اللي وراك دي الشهاده دي اهم حاجه في المركز كله. قال لي ليه؟ قلت له الشهادة دي مكتوب فيها ان انا اصغر الحمد لله رب العالمين اصغر عضو عربي اشتغل في قسم الريستوراتيف في ادنبرا اصغر اشتغلت فيه من وانا عندي 26 سنة. في جنب الشهادة دي شهادة تانية قلت له اقراها دي تهنئة خاصة من ويليام ساندر عميد جامعة ادنبرا. ويليام ساندر زي رئيس جمهورية ادنبرا. الراجل ده بيقول I want to congratulate you in a person انا عايز اهنئك بشكل هناك صعيدة على فكرة صعيدة انجلترا فعلا. قال لي ان our future مستقبلنا بايد الناس اللي زيك اللي بيخلصوا الاتشيفمنتس بتاعتهم بدري في سن صغير زي ده. فدي حاجة انا بفتخر بيها جدا وعشان كده ناس كتير سألتنا ايه الفرق ما بين الشهادة الوهمية والشهادة الحقيقية. ده صعب قوي.
دي صعب. ده مش في الطب بس، في كل حاجه يعني. في جميع الاقسام. في كل حاجه. صحيح. ايه الفرق بين الحاجه الحقيقيه والحاجه الوهميه؟ ايه الفرق بين الرياليتي والتقليد؟ دلوقتي المقلدين بيدعوا ان هم بيبتكروا شيء هم مقلدين، وده شيء مغضي دكتورز. عار علينا ان احنا يتحط تايتلز على الشهادات وهي مش موجوده فعلا. نستغل ضعف ثقافه الشعوب او بنستغل ضعف الجهات الرقابيه ونكتب حاجات احنا ما نقدرش نعملها. هو ارجو ان المقلدين بس ما يبقوش عندهم بجاحه. صحيح. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور كريم ابراهيم، تنورتني وسعدت بهذا اللقاء الممتع جدا جدا كالعاده والمنظم جدا. ردينا على معتقدات، صححنا هذه المعتقدات، ما صححناهاش بشكل نظري، احنا صححناها بشكل عملي. وكانت الصوره ابلغ من 1000 كلمه. دائما الصوره تكون ابلغ من 1000 كلمه. ويظل طب الاسنان عالم مثير، ويبدو ان الدكتور كتب له أن يكون شاهدا على هذه الإثارة الهامة جدا والنقلة الثقافية الخاصة بشباب وبنات الوطن العربي في فهمهم عن طبيعة الأسنان وأهميتها. أعتقد أن احنا قدمنا للشعب العربي شيء مهم جدا اسمه كيف تحصل على ابتسامة جيدة. ضيف العزيز نورني وشرفني النهاردة، وانتم كمان، بس خليكم مع الدكتور. قدرتنا على إنشاء مؤسسة فيها تفاصيل صغيرة زي المركز البريطاني هنا ما كانش بالسهولة أبداً اللي الناس ممكن تتخيلها. إنشاء مؤسسة تحتوي على جميع تخصصات طب الأسنان بجميع تفاصيلها، تحتوي على من 18 ل 20 دكتور بجميع الأعمار السنية، عايزين نستفيد من خبرات دكاترة على مدار 30 و 40 سنة في ماركت الأسنان وفي إكسبيرينس في الماركت والكلينكس، وعايزين نستفيد بالشباب الصغير اللي عنده الريسنت ريسيرشز والأبحاث الجديدة وكيفية إن احنا ندمج ده عشان يشتغل الناس دي كلها أزا تيم وورك أو كمجموعة تقدر تقدم للمريض المصري والمريض العربي نوع آخر من طب أو من الخدمة الطبية اللي هو محتاجها، اللي كان مفروض إنه بيسافر لها أوروبا عشان يحققها. ده كان حلم كبير عنه. دكتور واحد اللي بيشتغل في فرع التركيبات، اكتر من دكتور بيتابعوا الحاله. اللي بيشرف على كل الاسنان دي فرع التجميل، يعني ايا كان فرع صغير او كبير مثلا بيبقى لازم الجروب بتاع التجميل بيعتبر هو السوبرفيجن بتاعه. التكنولوجيا عملت طفره رهيبه جدا في مجال الاسنان في العشر سنين اللي فاتوا تقريبا. بس اهم من التكنولوجيا اللي طلعت ان انا كدكتور اسنان اعرف استخدم التكنولوجيا دي بطريقه صحيحه وتلائم المريض اللي قدامي. التعليم ما بيقفش عند سن معين خالص، يعني للاسف هي دي مشكله الطب عامه في مصر، ان انت مهما بتكبر في السن انت لازم تبقى تواكب التحدث التطور اللي بيحصل في العالم كله. دلوقتي لما تيجي بريتش انت مش هتسمع كلمه معلش احنا ما عندناش التخصص ده، هنحولك بره، اصل احنا ما عندناش الدكتور ده هنا. لا، انت بتدخل مجرد ما دكتور كريم لقيت محتاج مثلا تقويم، انت في ساعتها دكتور التقويم متواجد، هيشوف حالتك، هيقول لك ايه الخطوات اللي انت هتعملها. محتاج زراعه، دكتور الزراعه موجود في ساعتها. محتاج علاج لثه، دكتور اللثه موجود في ساعتها. مفيش حاجه هنا اسمها معلش هنحولك على بره، لا، انت في منظومه متكامله، كل الدكاتره موجودين في كل التخصصات، فالموضوع مريح جدا. انت مش زي يعني ما تروح لدكتور في عياده بره، دكتور واحد ممكن يكون شغال في حاجه بس في حاجه تانية هو مش متخصص فيها، طبيعي هيحولك على مكان تاني. تيم بريتش عامه كله اهم حاجه عنده انه يطلع احسن نتائج، الدقه في الشغل. مفيش حد هنا بيشتغل اي حاجه او نطلع شغل 80%، لا، احنا كلنا هدفنا ان احنا نخرج شغل 100%، نخرج البيشنت من عندنا مبسوط جدا. كان اهم حاجه وتركيزنا الرئيسي كان كمان على التعقيم. انتشار فيروس سي وانتشار امراض ليها علاقه بنقل الدم بالنسبه للمريض المصري والمريض العربي كانت حاجه بتؤرقه بشكل كبير. ركزت قوي
على قسم التعقيم وقسم التمريض عندنا في المركز البريطاني، قسم مكون من أفراد كتير وعدد من التمريض كتير جدا مع أحدث التكنولوجي وأحدث الأجهزة اللي تأكد للمريض إن هو في أمان تام بالنسبة لاستخدام الأدوات للتعقيم للديسبوزبل يوزز أو الأدوات المستخدمة المرة واحدة بس لكل مريض. فبالنسبة لي التعقيم كان من أهم الإشز اللي ركزت عليها في إنشاء المركز هنا. عندي هايجينيك روم بتابعها بالكاميرا 24 ساعة عشان أطمن إن أسس التعقيم الجايدلاينز اللي بتمشي عليها إنجلترا بالنسبة لتعقيم الأدوات هو نفس الجايدلاينز اللي بتتنفذ عندنا. فكان تركيزي جدا في نقطة التعقيم وحماية الناس من أي أمراض عن طريق نقل العدوى أو عن طريق الأدوات، كان هدف رئيسي لا جدال عنه بالنسبة في إنشاء المؤسسة هنا، وده كان نقطة مهمة جدا بالنسبة لي. طبعا في وقعات كوميديه وفي وقعات مأساويه، في وقعات تخوف وفي وقعات تضحك، هنقول ايه؟ بس الانسان يعني هقول لكم انه ساعات الحظ بيلعب دور، يعني الوقعه دي بتبقى قدر في بعض الاحيان. ما هو يعني مثلا هي بتنط مش متخيله ان هي هتنزل كده بالشكل ده الكوميدي ده. الوقعات ساعات بتبقى من محترفين، يعني ممكن جدا محترفه بتلعب كومباس، دي محترفه خلاص وتنزل نازله زي اللي احنا شفناها دي. وفي طبعا وقعات العنق بالذات بتخوفني انا، بتقشعرني يعني، لان الرقبه ممكن وقع فيها رغم تبان بسيطه لكن ممكن تعمل شلل رباعي، كارثه يعني، او تعمل شد جامد جدا في العضلات. الجسم يا جماعه البشري مش قوي، جسم البشري ضعيف وده لازم نراعيه. جسم البشري يعني الناس اللي بتتقوى على نفسها، لا ده انت كلك مبني على شويه عظم مرصوصين منفصلين على فقرات على غضاريف، والعضلات سهل جدا يحصل فيها تمزقات، سهل جدا. العضلة يا جماعة مش نسيج، يعني انت ما بتلعبش على حديد ولا بتلعب على نسيج مكون عظيم الشأن، لا العضلة قوية وكل حاجة لكن ممكن في لحظة يحصل فيها تير. في حاجة اسمها طبعا، شوف بص كل الجسم ده على العمود الفقري ده الرفيع ده، كل الحركات دي والعمود الفقري سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى خلقه بشكل فيه انحناءات عجيبة جدا جدا. فيعني خلي بالك، وانا بقول لكم دايما في التشريح بوريكم التشريح عشان تعرف، وخلق الانسان ضعيفة، فعلا الانسان ضعيف يا جماعة، مش ما فيهاش كلام. وهنعرف النهارده اكتر ازاي نحافظ على نفسنا وازاي نمشي الطريق الصح في الشفاء. حلقه مثيره ومهمه جدا، وحوار سيكون ممتعا للغايه مع ضيف العزيز القيمه العلميه الكبيره والاسم الكبير في هذا المجال، هو طبعا استاذنا الاستاذ دكتور ايمن عنب، استاذ جراحات العمود الفقري وجراحات المخ والاعصاب وبكليه الطب قصر العيني جامعه القاهره، وصاحب دبلومه علاج الالم باصلاح فسيولوجيا الجسم. سايتوكين والكولاجين سبب المشاكل الكبيره اللي بتحصل في كل جسمنا. الألم يخدع؟ يخدع مين؟ يخدع الدكتور ويخدع المريض نفسه. كل اللي عندهم وجع في ظهرهم معظمهم معاهم دوادي. يعني ايه بقى العقد العضلية؟ هل هي انتشرت ولا هي موجودة واحنا ما كناش عارفينها؟ هي عقد ومعقدة في علاجها. عرق النسا الكاذب، الأنهي متى هيكون فخ
للمريض وفخ للطبيب. كلنا بنعمل جراحة، بس اختيار المريض المناسب للعلاج المناسب. الأستاذ الدكتور أيمن عنب، أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري بكلية طب جامعة القاهرة، حاصل على دبلومة علاج الألم بتنظيم فسيولوجية الجسم ميلانو إيطاليا، زميل الجمعية العالمية لجراحات مناظير العمود الفقري فرنسا. أهلا بك. أهلا بك. الحقيقة عنوان مهم النهاردة أنت اخترته، بحقيقة عجبني قوي هذا العنوان. دكتور أيمن حط عنوان الحلقة النهاردة اسمه إعادة إطلاق قطار الشفاء مع البي ار بي. حاجة مبدعة جدا. وأنا طبعا ما هو قطار الشفاء؟ يعني إيه كلمة القطار؟ يعني عربيات وبتمشي وراء بعضها، صح؟ الأول بس هحب أقول إن الحلقة دي تعتبر من أهم الحلقات في خلال السنة اللي أنا كنت معاك فيها في البرنامج. هنتكلم فيها على حاجات ما كلمناش قبل كده، هنلخص خبرة السنة دي بكلمات بسيطة قوي ليها مدلولات كبيرة جدا. الجسم فيه زي ما انت شفت الإصابات اللي حصلت في الفيديو، أول ما بيحصل إصابة الجسم بيطلع إنذار اسمه التصليح. كويس، عشان التصليح يطلع في قطر بيطلع سلاسل ورا بعض، عربيات ورا بعض، مراحل ورا بعض. الطلقة الأولى بتكون مع خروج مادة اسمها السيتوكين، دي الإشارات تعالوا المنطقة دي اديني قطر في المنطقة دي عشان يصلح لي. يبدأ يحصل حاجة اسمها التهاب انفلاميشن، تبدأ الخلايا تخش، يحصل بروليفريشن، تبدأ تفرز مواد اسمها الكولاجين، تبدأ ترمم الإصابات، تبدأ تلحم العضلات، تبدأ بعد كده الأنسجة اللي اتكونت تاخد دورة دموية كاملة، الدورة الدموية كاملة تتحول لأنسجة جديدة، الأنسجة الجديدة تتظبط حاجة اسمها ريمودلينج على المكان المصاب. ريمودلينج يعني إعادة التكوين أو التشكيل. إعادة التشكيل بالظبط. زي ما أنت شايف أهو ده القطار ماشي أهو، يبدأ المنطقة اللي اتقطعت، المنطقة اللي اتمزقت، المنطقة اللي اتجزعت، تبدأ تترمم بنفس الأنسجة عن طريق إفراز مادة الكولاجين، وبعد كده الدورة الدموية تديها أنسجة جديدة بقى عشان تعيش معاك على طول، أوكي، وتملى الفراغ وترجع تاني كويس في خلال وقت قصير عدة أسابيع، وتكتمل عملية البناء خلال تقريبا سنة، ترجع الأنسجة كويسة جدا. ساعات بيحصل خلل يوقف القطر ده بقى، وإذا حصل خلل أثناء عملية التصليح زي ده البروكولاجين، شايف الفايبر بلاست بتفرز كولاجين، كولاجين ده هو اللي بيبني الأنسجة في جسمنا كله، ده غير الكورتيزون طبعا، في فرق بين الكلمتين كبير يعني. كولاجين ده بروتين، الكورتيزون ده هرمون. ده الكولاجين اللي احنا عندنا 4-6% من وزننا كولاجين، ده اللي بيبني العضلات والأربطة والغضاريف والأوتار والجلد كمان. دي حاجة. تاني حاجة زي ما اتفقنا لو حصل ايرور يعني خلل أثناء التصليح نتيجة مشاكل كيميائية حصلت، نتيجة ضعف في عملية البناء، سن العيان، مشكلة في الهرمونات، كل ده بيبدأ يوقف قطار التصليح، مش هيرجع تاني. مشكلته انه مش هيرجع تاني، هتفضل قاعد في المحطة مستنيه طول عمرك، وهتقعد بالإصابة طول عمرك. مفيش سكيب يعني مفيش هروب من نقطة لنقطة تانية، لازم يمشي حاجة ورا حاجة، لازم يمشي حاجة ورا حاجة. ومعظم الإصابات بتعدي كويس. لو كانت إصابة عنيفة نتيجة حادثة، حاجات هتخف وحاجات هتفضل وهتفضل عايش بيها. عشان كده العيان بيجي بقاله 10 و15 سنة تعبان، يقول لي أنا ما قصرتش، رحت للدكاترة كلهم، خدت العلاج ما أول ما تعبت، بس مفيش حاجة جابت نتيجة، لأن عدى القطر وما رجعش. معظم الحاجات اللي بتوقف القطر ده المسكن. أي مسكن في بداية الإصابة بيمنع عملية التصليح أو الكورتيزون، دول أسوأ حاجتين تبدأ بيهم مع الإصابة. دي حاجة. تاني حاجة البي آر بي بيدي لك قطر جديد بفرصة جديدة إنك تخف، بأمل جديد إنك تخف. لأن زي ما اتفقنا إذا عدى القطر مش راجع تاني، وهتفضل طول عمرك مستني يجي ومش هيجي. فالحل إن احنا نعيد تاني عملية التصليح من الأول زي ما الجسم بيعملها لنفسه. فلازم تبدأ تحط له محفزات بناء علشان يبدأ يعمل قطر جديد. دي خلاصة كده فكرة الصفائح الدموية، حقن الصفائح الدموية الغنية بالبلازما. طيب لو قلنا إن أنا عندي حالتين أنت عالجتهم الحالتين، حالة أو يعني حالتين أنت شفتهم، مش يعني واحدة أكيد عالجتها، في والحالة الأولى تم علاج الاثنين بيعانوا من انزلاق غضروفي، واحدة أنت عالجتها باستخدام العلاج التحفظي بالبي آر بي،
والتانية تم التدخل فيها الجراحية، تم التدخل فيها الأسلوب الجراحي بإصلاح جراحي. صحيح. الحالتين دول إيه الفرق بينهم؟ إيه اللي حاصل في الاثنين؟ صح. يعني لو قارنا تاريخ علاجي للاثنين، أنا بتكلم مش بقى إيه الفرق بينهم بس في النتيجة، لا ده أنا عايز أشوف إيه اللي جوه بالظبط. الديسيجن إن إحنا مين هيعمل عمل قرار، مين هناخده في العمليات ومين هأبدأ مع العلاج، مع إن الاثنين عندهم غضروف ونفس المنظر في نفس المستوى تقريبا، على حسب قرايب. لا مختلفين. ايوه انا عارف، انا بتكلم ساعات على انا بتكلم عموما في العموم، واحنا بنتكلم على حالتين فعلا بنتكلم عليها. صحيح. انا شفت ناس كتيره يعني ممكن الوالده وبنتها، ممكن الاب وابنه او اثنين اخوات، وفي واحد واصل لعمليه واحد لا. على حسب اعراض العيان، على حسب العصب قد ايه مستحمل. تاني احنا مش مقياسنا الاشعه خالص، وده ده ده كلام لكل مريض، احنا مش مقياسنا الاشعه، احنا ما بنقارنش بأشعة ولا بنعالج بأشعة، يعني ما ينفعش تاني برضو ارفع الأشعة واقول العيان ده محتاج عملية ولا لا. دي حالتين. الحالة الاولى اللي هي على الشمال، دي عندها انزلاق غضروف كبير قوي، شايفه اللي هو خارج بره القناة العصبية، اللي هي على يمين اللي قاعد على الشاشة، اللي على شماله، اللي على شمال اللي قاعد على الشاشة، واللي على يمينه دي حالة تانية. عندها ده برضو انزلاق غضروفي خارج من مكانه. الحالتين عندهم تقريبا غضروف شبه بعض، وفي مقطع بعديها هيبينها قوي قريب قد ايه من العصب. الحالة اللي على اليمين دي حالة عندها غضروف اكبر من الحالة على الشمال، شايفه؟ يعني حتى السودة دي كبيرة قوي خارجة دايس على العصب اليمين. واللي على الشمال ده غضروف حجمه اقل شوية، صغير اهو، دايس على العصب اليمين برضه. اللي هو اللي عليه العلامة الحمراء يا جماعة، باين الاسهم. اوكي. اللي على الشمال ده مشكلته ان في نقط كده انا حطيتها بالابيض، ده المفصل. مفصل اللي واخد العصب الابيض بين الغضروف وبين المفصل. تمام. شايفه؟ تمام. فالعصب مزنوق، كان زنقه عنيفه جدا، وجوه العمليات شفت انا الاعراض دي حاجه فظيعه. الست يعني ما بتعرفش تنام بالليل، ما بتعرفش تقعد. التاني هرب من الضغط لان عنده القناه العصبيه اوسع شويه، فبعد شويه عن الغضروف، فرعان كويس جدا وهايل جدا. مع ان لو هتشوف الاثنين هتعمل الاثنين عمليات وانت مغمض، وخصوصا اللي خف لوحده ده مغري اكتر لانه غضروفه كبير. بس احنا ملناش علاقه بالاشعه تاني، لينا علاقه بحاجتين: اعراض المريض ايه، وخصوصا اثناء المشي. اما بتختار عيان يعمل عمليه، ده عيان بيخف 100% بعد العمليه. اما تختار عيان ملوش عمليه وتعمله، ده عيان عمره ما هيخف، وهيقعد يعمل عمليه ورا الثانيه، وهيعيش في معاناه طول عمره. القرار ده ممكن يغير حياه بني ادم، ممكن ينجيه وممكن يغرقه. فلازم تاخد بالك جدا كدكتور قبل ما تاخد القرار ده. يعني ايه متلازمه التليف العضلي؟ ايه ده؟ احسن انت قلت دلوقتي من ضمن الاعراض هايل. انا بشوف ناس كتير عندها متلازمه التليف العضلي، فايبرومالجيا. وانا اول يعني واحد بيبقى شخصهم، وبعدين بقى سمع عندك غضروف، ليك عمليه، عندك خشونه، ما عندكش حاجه. انا خدت منك معلومات الفايبرومالجيا، بقيت اشخصها. دي حقيقي. بقيت لا. انا خدت بالي انها حالات كتير، وكله تقول له هيستوري يقول لك انا بقى لي 10 15 سنه تعبان، وايه، وعد على يعني كل التخصصات وسمع كل التشخيصات. التلاف العضلي ده مشكله نقص ماده الكولاجين في العضلات، فبتبدا تعمل متلازمه معاها قولون عصبي، معاها ألم في العضلات والمفاصل فوق 18 نقطة ألم زي ما احنا شايفين دول، يعني دول لازم يبقوا موجودين فما فوق. بعد كده بيبدأ يخش بقى في مشكلة كمان في الجهاز العصبي المركزي، عنده اكتئاب، عنده عصبية، قلة نوم، دوخة، صداع مزمن. فكل ده بيبدأ مع ألم مزمنة، جرب كل المسكنات. بيخش بقى في الدائرة المغلقة دي، من ألم يعمل شد عضلي، يعمل إجهاد طول اليوم، يبدأ يقلل نشاطه، نايم في السرير على طول، يبدأ عنده خمول، مش عارف يطلع من السرير، ياخد ساعتين عشان يقوم. يخش في اكتئاب لأنه وظائفه كلها الحياتية واقفة، تبدأ العضلة تخش في تشنجات، تبدأ الألم تزيد لأن مادة السيتوكين بتطلع من الاكتئاب من المخ بسبب الألم ومن العضلات الملتهبة، فبتعمل ألم في مناطق تانية وتالتة ورابعة وتنتشر والنار تولع. زي ما احنا شايفين دي الصوره اللي على الشمال، دي فيها التلاف العضلي نقص ماده الكولاجين، تلاقيها فاتحه شويه. اللي على اليمين غامقه لان الكولاجين مكثف فيها فمديها قوه، تبقى عامله زي السجاده الضعيفه اللي ممكن تتقطع بسهوله في التلاف العضلي. فالتلاف العضلي ليه مناطق الم كتيره قوي، بتلخبط بقى كل الامراض. يجي الوجع في رقبته يقول لك ده غضروف،
يجي له وجع في ظهره يقول لك ده غضروف، يجي له وجع في رجله يقول لك ده عرق النسا، يقول لك ده عرق النسا بالظبط. يتشخص انه روماتويد ويطلع نيجاتيف سلبي ويبدا ياخد علاج الروماتويد، يبدا يتشخص انه مريض اكتئاب ويبدا ياخد مضادات الاكتئاب، يبدا يتشخص انه سكيزوفرينيا بالظبط، وفي بيعمل عمليات لو لقى غضروف صغير يقول لك ما نشيله ونخلص، يبدا يجي له تنميل في ايديه يقول لك ده خانقه عصب يعمل عمليات وما يخفش، هكذا بقى. يعني تقعد الامراض تزيد تزيد وتعدي بعض وهو مش عارف عنده ايه. وعلى فكره انترناشونال، يعني بيجي لي ناس من دول كتيره من بره، كندا وفرنسا والمانيا ودول العربيه جيراننا وهولندا، جالي كذا واحد كلهم تلاف عضلي بتشخصوا بصعوبه بره، مرض مش متعرف عليه قوي، كلهم بياخدوا علاج للاكتئاب وترامادول في الاخر، مسكن امن على فكره ترامادول مش زي ما احنا فاكرين يعني، بس اتاخد للي محتاجه، للي محتاجه مش كمسكن، كمسكن امن. هو ترامادول ده دواء غريب، لو اتاخد في حاله وجود الم وحاله فعلا التهاب بيبقى امن وبيبقى تاثيره جيد. صحيح، هو ده للناس اللي هتعيش فتره طويله على المسكن. فاستحسن ياخده. لا، وطبعا بتصرف بروشتات، بروشتات طبيه للحالات زي دي. طبية محترمة. بالظبط، ويكون بجد مش صيني بقى، ارحم من بقيه المسكنات على الكلى والكبد. دي الام طبعا المتعارف عليها، ومعظم الالام يعني ده شبع عرق النسا بالملي. شايفه بياخد الفخذ من ورا، هنتكلم على عرق النسا. هو ده بيدخل في ديفرنشال دياجنوز، هو ده اللي هيفتح لنا الحوار كله، لانه ده احنا ده مثلا ده مشابه لحالات كتير، مشابه لعرق النسا، مشابه للانزلاق الفقاري، مشابه لحاجات هنتكلم عليها دلوقتي. صحيح، وفعلا الناس هتفتكر ان ده مثلا شبه ايه، ده شبه ده خشونه الكتف والغضروف العنقي. وبعدين الحالات دي بدات اعالجها بالبي ار بي بالصفائح الدمويه، الحمد لله نتائج مذهله. ده هو ملوش علاج الا بي ار بي ده، هو عشان هو بيعوض الكولاجين. بالظبط كده، وناس اتحسنت تقريبا وصلت ل 100% في كذا شهر الحمد لله، وحياتها اتغيرت. هي في ناس بتيجي تقول لي يا دكتور انا مش مصدق ان انا بصحى كل يوم الصبح وكنت باخد 7-8 اقراص مسكن، ما باخدش حاجه دلوقتي. هو نفسه مش عارف ان هو هيعيش كده، مش متخيل يعني. حد على فكره نص فريقنا كان عنده فايبروميالجيا والدكتور ايمن عالجهم وبقوا كويسين. يعني لا، ده كانت في ناس يعني فعلا عندهم الم ظهر مستمر. ما شاء الله، من اول حقنه او اثنين يعني، حتى ما كلفوش نفسهم يكملوا. انا جايب لك حالات هنعرضها، حالات كانت صعبه. عرق الناسا بقى، انا عايز اتكلم على عرق الناسا. اوكي، عرق الناسا ده اشهر مرض ناس بتتكلم عنه، هو الانزلاق الفقري مع بعض الاثنين. ليه؟ واشهر مرض واخد سمعه وحشه قوي. بسبب ان كل حاجه في الرجل يقول لك عرق الناس. يعني اي حاجه بتوجعك لدرجه قدم الرجل لو بيوجعك هيقول لك عندك عرق الناس. تشخيصات غلط، دكاتره بقت مش محترفه بتدي تشخيصات غلط. بقى مشكله العيان، بص اول ما بيسمع اول تشخيص من اول دكتور بيلزق في دماغه. وبعدين انت صعب جدا تغيره. دي حالة من الحالات اللي أنا عالجتها، مريضة عندها 50 سنة، اتعالجت قريب يعني في فبراير اللي فات، شايف عندها كسر في الفقرة الرابعة قطنية. الدائرة دي منطقة الكسر، شايف؟ هي باينة قوي. يمين وشمال على فكرة، ده زحزحة فقاري. وعندها مخارج الأعصاب الصورة اللي على الشمال دي حادثة دي؟ مقفولين. لا، معظم الناس بتشيل تقيل فبيبقى يسمع تك تك، كسر المفاصل. يعني بس هي ما اتزحزحتش مكانها قوي، بس بقت ملخلخة. هنشوف اللي بعدها. شوف بقى ده الكارت بتاعها، انا مصور كانت الالام عندها قد ايه اللي على اليمين، شايف؟ الام الظهر بالرجل الشمال بالام الرقبة، ودي صورة مجمعة عاملها على العمود الفقري كلها، عندها غضروف عنق 5 و6 وعندها الزحزحة الفقاري 4 و5. مخليها الألم صاروخ على الناحية اليمين. بالظبط، ألم وماشي متقطع، بتمشي وتقعد في الطريق. دي اتحسنت جدا مع أول جلسة. في خلال شهر وصلت تقريبا فوق 50%. شايف باينة أوي الزحزحة. ودي القناة العصبية. عشان كده أنا مش بقول بالأشعة دي، طبعا أول ما بشوفها حولها عملية. بس أنا لما كشفت عليها وشفت الألم محتملة نقدر نصبر. والست متخوفه من العمليه، فمستحق ان ناخد تجربه. ناخد تجربه، ناخد محاوله للشفاء، ونجحت وتحسنت، ومع تاني مره تحسنت اكتر، ما بيرجعش العين لورا تاني. اذا خف ما بيرجعش لورا تاني. هتقول لي ازاي الفقرات لحمت؟ هي ما لحمتش، هي بقت ثابته اكتر بسبب الاربطه قويت. فبقت ماسكه الفقرات زيها زي المفصل اللي اتكسر ده. فادت نفس
التأثير. طيب دي القناة العصبية بقى. هذه الحالة اللي احنا قلنا انه مشكلة مصر او مشكلة المنطقة العربية انه القناة العصبية ضيقة. ضيقة ايوه دي معظم عملياتي بتبقى على فكرة بسبب دي قناة عصبية اكتر منها انزلاق غضروفي. لانه ما لهاش حل. ما هو دي القناه العصبيه الحبل الشوكي مزنوق زنقه وكمان المفاصل عماله تزيد في المفاصل الوقت. عماله تضغط على الاعصاب. صحيح. ايه بقى ايه الحكايه بتاعتك؟ في حاله هعرضها برضو. ده كان عيان من المنيا عنده 54 سنه معالجه في يناير اللي فات. عنده شايف دي القناه العصبيه المفصل النقطتين الحمر اللي تحت ده المفصل. حصل له زوايد عظميه قفل على مخارج الاعصاب اللي هي بالاسود اللي في ايدي شايفها دي المفروض تبقى منوره ابيض اللي هي النقط الصفراء دي المفروض داخله لجوه قفلت. يمكن مش واضحه بس هنوريك بقى الصوره اللي بعدها. فالمهم دي القناه العصبيه مثلثه عنده وعملت قفلت مخارج الاعصاب وعنده مشي متقطع. كان بيمشي مسافه قصيره جدا 5 دقائق ويقعد في الطريق. كان عنده بدايه سقوط في مشط الرجل في الساق اليمنى. ده الكارت بتاعه اللي انا حطه. عنده كان صوت جزء في مشط الرجل اليمين ودي اشعاته اللي على الشمال. شايف عنده حصل ضيق في القناه العصبيه القطنيه. فده اتعالج معايا في خلال شهرين. الراجل اتحسن 50% وبعدين 100%. انا ما كنتش مصدق بصراحه. يعني انا حتى قلت له اخبار المشي ايه؟ انا بمشي زي ما انا بمشي 2 كيلو 3 كيلو. قلت له طب مشط الرجل؟ قال لي بتحرك. قلت له بجد؟ احنا مشط الرجل ده ما بيتحركش اصلا حتى قبل العمليه. قال لي بحركه. وشو وراني بيحرك؟ قلت له عندك ايه اللي ناقص؟ قال لي شويه تنميل خفيف في رجلي. انا كنت اصلا مهيئه للعمليه وقلت له ما خفتش هنبدا نعمل عمليه. وخد العلاج بيه. وخد العلاج وتحسن جدا. طيب احنا راجل في منتهى السعاده مستعد يطلع معايا. لازم نشوفه ده. لازم نشوفه. طب ما زلنا في ضيق القناه العصبيه بس في المنطقه القطنيه. في حاله ثانيه كمان. في حاله ثانيه كمان كان عندها ضيق قناه عصبيه 3 4 4 5. احنا بنسميها حاجه اسمها تايت كانال ستينوزس. تايت يعني ضيقه جدا. تايت يعني خلاص ما لهاش مخرج يعني. وزي ما انت شايف عمود الفقري بتاعها سيء جدا. الحاله دي شايفين يا جماعه بص الحبل سنة. اكيد انتوا بقيتوا شاطرين. الحبل الشوكي الابيض اللي نازل ورا ده الابيض. شوف مش الكبير الابيض اللي في النص. انا عدد من 1 لـ5 اللي جنب الارقام على طول. بالظبط اللي جنب الارقام على يمينها. القناه المجرى. شوف بص الحبل الشوكي بقى عامل زي كله مخنوق. مخنوق خالص. كل الفقرات الغضاريف اختفت بقى فيها زوايد عظميه كتير. عامل زي هقول لكم عامل زي ايه؟ زي بالظبط كانك باصص لي اقول لكم ايه سوسيج لايك يعني حاجه زي السجق زي بتاع السجق الصغير. اختناقات. صحيح. دي سيده 71 سنه عندها زي ما انت شايف السهم اللي انا حاطه على الصوره اللي على الشمال. العصب مخنوق جدا بتاع الرجل اليمين. دي اتحسنت حوالي 70% بعد اول مره كان في يناير اللي فات ده 2016. فازاي بقى العصب بيصلح نفسه؟ المواد التحفيزيه اللي بتطلع من الصفائح الدمويه بتدي قدره تصليحيه للعصب انه يتجدد. فاذا اتجدد مشي احسن. العيان الالم قلت التنميل قل ومش هيرجع له تاني. برضو بقول في حاله انا هوريها لك انا معالجها من 2013. الراجل ده كان بيمشي 5 دقائق دلوقتي بيمشي ساعه الا ربع كل يوم سنه 3 سنين. ما شاء الله بقى له 3 سنين وما رجعش لورا تاني. ده كان ايه؟ ده كان ضيق قناه عصبيه مرتجع بعد عمليه ما تحسنش فيها. دي قناة عصبية مرتجعة بعد عملية ما تحسنش فيها. هيبقى ما دي بقى يعني عملية يعني فيدباك. فيدباك يعني فشل جراحي قبل كده. ده بعد جراحة تم علاجها قبل كده. ده دي برضو من الحاجات يعني فكرة انه نعمل عملية وما تتحسنش الحالة شيء مزعج جدا بالنسبة للمريض. يعني نفسيا المريض بيفقد الثقة بقى في الطب خلاص. طبعا هو مش هيعمل عملية تاني لانه هو خايف تفشل تاني. زي ما انت شايف الصورة دي ده الاكس راي اللي على اليمين. الرابعة والخامسة كولابست مقفولة على بعض. ثلاثة واربعة ملخلخة فهو ده محتاج شرح مسامير. اللي على الشمال مخارج الاعصاب اللي هي بالصفرة دي مقفولة. شايف النقطتين السود قافلين عليها. وده قافلين تماما. بالظبط. وده الراجل اتحسن جدا من 2013. ودلوقتي بقى بيمشي بعد ما عنده كان 64 سنة. 64 سنة بقى له 3 سنين بيمشي كويس جدا. ما شاء الله كويس جدا. ما شاء الله. كان عامل عملية من 15 سنة. 15 سنة ورجعت له تاني. ورجعت. طب لو حدثت انه الانزلاق الغضروفي بقى زي حاد او منفجر بشكل حاد هايل. الحد ده يختلف عن المزمن؟ حد ده ما تجيش جنبه. سيبه بجد والله. سيبه فتره علاج تحفظي لازم تسيبه.
يعني لو لسه حد حصل له غضروف عنده فرصه كبيره جدا يخف لوحده. سيبه اسبوعين ثلاثه بالعلاج التحفظي هيخف 90% منهم هيخف. ما تستعجلش تعمل له عمليه لانه هو في الاول الغضروف معبي ميه فعص العصب والتهب بشويه بيقل الالتهاب بيقل الميه حجمه بيقل يتحسن جدا. في ناس بتاخد علاج بترجع لي انا مش عارف مين اللي داخل ده, انت كنت داخل بتعيط وبتعرج ايه ماشي كده ازاي, بس بالعلاج بس بالعلاج. فالحد لازم تسيبه وتظبط. المزمن بقى اللي عدى في مراحل فشل ومحتاج عمليه ده هتعمل له عمليه. حاله مهمه جدا, انزلاق غضروفي منفجر. منفجر ده راجل جميل بقى ده. كان بيجي لي من اسكندريه جالي بيقول لي انا بمشي 20 متر ببقه 20 متر عنده انفجار زي ما انت شايف الرابعة والخامسة على الناحية اليمين. وانا قلت له وهو طبعا خايف كل الناس خايفة من العملية. قلت له هنجرب البي ار بي, اتحسنت بيه هنكمل, ما اتحسنتش التحليل مكتوب على ظهر الروشتة اعملها لي وتعالى. جالي بعد شهر قال لي انا ماشي من ميدان التحرير لعيادتي ده 3 كيلو. قال لي انا جالك ماشي 3 كيلو. قلت له اخبارك ايه؟ قال لي انت 80% اتحسن. قلت له خلاص احنا هناخد تاني مرة وما تجيش تاني. خدت تاني مرة وتحسن قوي, جالي بعد 3 اشهر قال لي ظهري وجعني جدا. قلت له ايه اللي حصل؟ قال لي كان في عندي عربية كده هو بيشتغل في حاجات تجارة وما كانش في حد فهو شال 4 طن. فض عربية 4 طن. فض عربية 4 طن. ظهره وجعه شوية انما رجله سليمة. وبيمشي زي ما بيمشي برضه بيهرج. راجل اتظبط يرجع يشيل عربيه 4 طن ده هو خفيف بيبقى بس انا اتبسطت طبعا انه مستحمل يشيل 4 طن. يشيل 4 يعني ده وجع وهو جالك يعني بعد ما بعد بعدها بقى جالي تاني بعد ما تعالج بعد ال 4 طن 100% تحسن. كان بيعرض لي اشعات حد تاني يعني. البي ار بي بقى البي ار كيف يجهز؟ كيف يجهز؟ احنا بناخد دم العيان بنفصله ناخد منه الصفايح وبعدين نحينا. هنشوف دلوقتي بالتفصيل الحكايه دي. الحقن لكن ما بيوجعش والبروسيس كلها هي عمليه ما بتاخدش وقت, بس بيحصل الام خفيفه اسمها الام الشفاء زي ما قلنا قطار الشفاء بينطلق من الجيود. مش كل الناس مش كل الناس بالظبط. انا شفت ناس ما عندهمش عادي يعني. في ناس بتيجي وناس ما بتجيش. انا شفت ناس انا عارف بس يعني اذا جه الم خفيفه زي الرياضه وحاجات كده ده مش حاجه وحشه يعني. وبعد كده بيتحسن ممكن واحده ورا الثانيه يوصل نتائج حلوه. عظيم جدا. هل في تعليمات قبل الحقن؟ نكون موقفين المسكن قبلها بيومين ثلاثه وبعدها باسبوع ما ناخدش مسكنات او مضاد التهابات بعد الحقن. بعد الحقن عشان ما نوقفش برضو عملية التصليح. التلغراف المهم بقى لان احنا هنشوف طريقة التجهيز, لكن التلغراف المهم اللي ممكن تقوله او تكتبه لاي مريض. التلغراف المهم للمريض وللدكتور, ما تتسرعش في عملية مش محتاجها. اي حد اتقال له عملية حاول تاخد رأي كذا واحد معاك تاني او كذا دكتور تاني. بعد كده التلغراف التاني دايما في امل, دايما في امل انك تخف, دايما في امل ترجع كويس. مفيش حاجه اسمها فقدت الامل, احنا ما بنفقدش الامل لان ربنا موجود وربنا اللي بيشفي الجميع. واذا فقدنا الامل ده ذنوب يعني ده معصيه. لازم دايما عندنا امل في ربنا وعندنا ثقه في ربنا, نختار بس الدكتور كويس اللي نبدا معاه وان شاء الله هنبقى كويسين. كل شكر والتقدير لضيف العزيز القمه العلميه الكبير الاستاذ الدكتور ايمن عنب استاذ جراحات العمود الفقري والمخ والاعصاب بكليه الطب قصر عيني, وطبعا صاحب دبلومه علاج الالم بتنظيم فيسيولوجيا الجسم وزميل الجمعيه العالميه لجراحات مناظير العمود الفقري بفرنسا وصاحب الحضور الكبير واحد القلائل الموجودين في الشرق الاوسط الجامعين بين العلاج التحفظي بالبي ار بي والاسلوب الجراحي التقليدي. تعالوا نشوف ازاي بيتعمل البي ار بي.
أهلا بكم على الهواء مباشرة جمعة إن شاء الله، كلها خير وكلها علم وكلها حاجات حلوة قوي. النهاردة بنتكلم في حاجات كتيرة قوي، لكن خلينا نبدأ الأول بمعنى مهم قوي قوي، علاقة المريض بالطبيب أو علاقة المريضة بالطبيب. يعني بما إن إحنا هنتكلم النهاردة في عالم النساء والتوليد، هذا العالم المثير الرحب، الجراحات كلها مفاجآت، كلها فيها جزء كبير جدا من أعمال العقل، جزء كبير جدا من الذكاء، كل الجراحات. لكن لأنه جراحات النساء والتوليد مرتبطة بالأمراض الباطنية أو بالبطن عموما، بأعراض يعني بسيمتوماتولوجي، بمشاكل، بشكوى مريضة، قد تكون الألم، قد تكون نزيف، قد تكون تقل، قد تكون تأخر إنجاب، سويلينج، في مشكلة ما، بخلاف الأمور الواضحة. يعني أنا في رأيي في جراحات واضحة، جراحات العيان جاي عنده مرارة، الأمور واضحة، العيان جاي عنده مشاكل في المرارة، جراح هنا موهوب لازم يدخل ويعمل وبتاعه منظار ويشيل المرارة، عنده مشكلة في القلب طبعا، جراحة خطيرة جدا وعايز أعمال عقل كبير جدا. لكن برضو ساعات الأمور في النساء والتوليد بتبقى فيها غموض كبير. أرجع للحتة الأولانية، علاقة المريضة بالدكتور. أنا في رأيي إن إحنا لسه سنة أولى هذه العلاقة، أو بمعنى أصح أو بمعنى أوضح أصبحنا في سنة أولى، لازم نتقدم كتير فيها. ليه أصبحنا في سنة أولى؟ لأنها كانت قبل كده أفضل من كده، زمان كانت أفضل، دلوقتي فيها عوامل كتيرة ممكن تلخبط شوية هذه العلاقة، مش في كل الأحوال لكن ساعات بتتلخبط. من ضمن هذه العوامل مثلا الإنترنت، الكوجلينج أو البحث على الإنترنت أفسد عقول كتير من الناس. تلاقي واحدة بتشتكي من مشكلة مرضية ما، وليكن فيبرويد، ورم ليفي، وليكن بطانة رحم مهاجرة، كتير من الستات بيدخلوا، وكمان الرجالة في أمراض تانية يدخلوا على كوجل ماذا تعرف عن الفيبرويد، وتبدأ تقرأ مقالات، وتبدأ تقرأ آراء علمية، وتبدأ تقرأ اتجاهات، وتفتح عمليات، وتشوف مضاعفات، وتقول بقى من الذي تدمر، مش عارف حصل له إيه بسبب البطانة المهاجرة، ومن الذي حدث له كذا، وعشر عمليات، عشر بني أدمين مشهورين حصل لهم مضاعفات بسبب كذا، تبدأ ترتبك وتذهب بهذه المحصلة، بهذا الكوكتيل الخطير جدا إلى دكتورها. المطلوب ألف به في علاقة بين المريضة ودكتورها هي الثقة. لو واحدة راحت بهذا الميراث الصعب، ما اعتقدش انها هتروح ب 100% ثقة، هتروح مرتبكة. وساعات بقى العمليات او الحالة المرضية نفسها بيبقى فيها مفاجآت، هنا هنقف كتير. هل المريض مفروض يعرف المفاجآت دي؟ يعني ايه المفاجآت؟ يعني مريضة مثلا داخلة بتشتكي من مشكلة ما، وليكن تأخر إنجاب، وليكن مشكوك انها بطانة رحم مهاجرة، وفعلا طلع عندها بطانة رحم مهاجرة بالانفستيجيشن بالفحوصات، وانا داخل اعمل عملية، او الجراح وهو داخل يعمل عملية لقى حاجة تانية خالص، عاملة مشكلة تانية كبيرة برضو، هل هقول للمريضة بتاعتي؟ هل هأخبرها؟ هتصرف من تلقاء نفسي وانفذ المطلوب علميا؟ طبعا. طب المريضة لما هتطلع هقول لها انا عملت لي، انا لقيت مبيض في مكان غير المكان وعامل مشاكل وبتاعه وشكله كده مقلق ومزعج وبتاعه والكلام ده كله، وبدايه ورم موجوده فيه مثلا وشلته، كلام مهم جدا. هنا العلاقه المركبه دي تتحل ازاي؟ بالثقافه الطبيه. الحاجز بقى بين الثقافه الطبيه وبين التهور اللي انا شايفه، تهور معلوماتي ان انا احط مناخيري او اعرف اللي المفروض ما فهمشوش او اعرفه لاني مش هعرف اعرفه من خلال الكوجل ومن خلال الانترنت ومن خلال الحاجات دي كلها، حلوة قوي الجملة دي، اعرف المفروض ما اعرفوش لاني مش هعرف اعرفه، دي مهمة قوي. ما تحطش نفسك في مقام الطبيب، ما تلبسش البلطو الابيض، بس في نفس الوقت ثق في البلطو الابيض. النهاردة حوار مثير للغاية في مضامين كتيرة من اللي انا قلتها دي، ودايما العنوان بتاع هذا الحوار ما خفية كان أعظم. حوار مثير للغاية مع ضيفي العزيز الصديق الغالي والزميل الأكبر طبعا والأخ الأكبر ضيفي العزيز أستاذنا أستاذ دكتور سيد المخرز. الأورام اللي فيها ممكن تكون مسؤولة عن الالتصاقات داخل الحوض. ما نقتلش بنت لسه ما اتجوزتش ان احنا نستنى عليها، اوعى تعملي الورم اللي فيها.
ولما يكبر ده كبر لازم نشيل الرحم. الإيجابيات معناها أدي الثقة للمريض المصري والمريض العربي في الطب المصري. إحنا عاوزين يحصل بجد تغيير في سلوكياتنا نتيجة وعينا. أقصى من المرض تخلي اللي حواليك عنك، وبجد نحس بالآخر إن الآخر أنا وإنت. وطمن أي حد إن في أمل دايما موجود وأشكره عن العملية بإذن الله. الولادة هي الأمل. الأستاذ الدكتور سيد الأخرس، استشاري أمراض النساء والحقن المجهري وجراحة المناظير وأطفال الأنابيب، الحاصل على الزمالة الأمريكية لجراحة المناظير المتقدمة والمساعدة على الإخصاب، عضو الجمعيتين الأوروبية والأمريكية للخصوبة، عضو الجمعية العالمية لجراحة مناظير النساء والمؤسس لمستشفى الأمم والمؤسس لأول مركز متكامل لعلاج بطانة الرحم المهاجرة في الشرق الأوسط، أحد أهم الكوادر الطبية في مصر والوطن العربي. اسمحوا لي أن أرحب في هذا اللقاء الممتع دايما بضيف العزيز الأستاذ الدكتور سيد الأخرس. أهلا بك دكتور أيمن. اليوم يوم جميل وعلم ما شاء الله متنوع وكثيف جدا. ما تنسوش ان احنا عنواننا النهارده السلوجن اللي احنا متبنيينه النهارده في الجراحات ما خفيها كان اعظم، ما خفيها كان اعظم في الطب عموما. حالات كتيره جدا لازم يحصل تواصل بشكل جيد جدا بين المريض وبين طبيبه، بين المريض وبين فريق العمل، بين الطبيب وفريق عمله، بين الطبيب والمتلقي منه العلم وبين استاذه. هذا المضمون هناخده دلوقتي في حاجه مهمه جدا، حاله بيبان الفيشل اكسبريشن فيها زي ما احنا شفناه اسمه هايبر تيلوريزم، واحنا عشان اقرب لكم الصوره هي عباره عن خلل اكيد في تكوين الجمجمه. ايه اللي احنا هناخده من هذه الحاله لما نشوف واحده عندها هذه العيب الخلق يا دكتور؟ زي ما انت قلت وفعلا احنا عاملين دراسه على ده، دراسه حقيقيه علميه لكل الحالات النادره اللي موجوده على بتحت دايما انت دايما بتشوف اللغه الاخر بيتحدث بيها عشان تبقى تكلمه بنفس اللغه، فدايما بنستخدم بعض الالفاظ اللي عليها اسقاط. يعني مثلا ممكن تقول ايه؟ اوبستاتريك اوبستاتريك conditions of gynecological complication. فازاي يحصل يعني هنا مشكله حصلت في حاله حامل بسبب انها كانت المشكله اصلا موجوده قبل ما تحمل في الجاينيكولوجيكال في حاله النساء، فتعمل اسقاط كده يعني فتربط الاثنين ببعض. فلما اللاتراليزيشن او الهايبر توليريزم في الديفينيشن بتاعه او تعريفه ان تو بارتس اوف ذا بودي يعني عضوين نصين الجسم اتقسم بعاد عن بعضهم. يعني مثلا لو فتحتين الانف بقوا عن بعض اسمه لاتراليزيشن تطرف. خلاص كده. لو الجزء زي ما شفناه العين والاوكيلر بارت بتاعهم دي مسافه معينه كلما زاد بيسموه بدرجات متفاوته عشان بس نوصل للناس ان اسمه ايه لاتراليزيشن. لما يكون في العين فقط يسموه اوكيلر لاتراليزيشن او اوكيلر تولوريزم. لكن ممكن يكون تباعديه ممكن يكون معاه حاجات اخرى. لو ولد ممكن تلاقي معاه undescended testis شد انتباهك خصية ما نزلتش، او ممكن تلاقي مشكله معاه في عضو في حجم القضيب انه صغير. ممكن يكون الاكس يعني الكروموزومات طبيعيه سليمه وممكن تلاقي ترايزومي 21 زي الداون سندروم، ما تلاقي برضو لو بصيت في عينيهم في تولوريزم موجود حتى لو معانا صوره للداون سندروم او الداون المنغول. خلاص كده. طيب لما بنلاقيه على مستوى بقى الجهاز التناسلي شد انتباهك على طول للبنت دي، تاريخها انها متزوجه بقى لها 5 شهور عندها حاجه و30 سنه. هنشوف دلوقتي دي الحاله الثانيه اللي هي ره الف بقالها ره الف بقالها 3 شهور متزوجه. سوري بقالها نرجع الاول على التاريخ بتاعها وراء التاريخ الاول قبل الحاله ثبت لي التاريخ كده عشان نقرا بس التاريخ المرضي دلوقتي هات لنا ارج
دي الحالة دي ما جابولهاش تاريخ مرضي. طيب طب نثبت بس نثبت. طب نقف كده عشان نرجع بس الاول خالص. ارجع الاول خالص. ارجع خالص. طيب. هات من الاول خالص. قبل ما ندخل قبل ما ندخل تاريخها انها متجوزة وبقالها الخمس شهور فقط. خمس شهور بتعاني من الالام في الدورة. والام في الجماع. فاللي حركها في الفترة دي هي الام الدورة والام الجماع. وبالمرة تشوف في الخمس شهور في خمس شهور ما حصلش حمل ليه. والناس طبعا متفاوتة في البحث عن حل لمشكلة في حياتهم بشكل أو بآخر. المشكلة النسبية ممكن الناس تلاقي بعد شهر من الجواز بيدوروا على هو الإنجاب يعني ما حصلش حمل ليه بعد شهر. وفي ناس هادية ومتسقة وموافقة على ظروفهم وتلاقي ممكن بعد سنة أو حاجة أو أكتر ما بيحصلش الحمل. هم مبسوطين لأنهم مش عايزين حمل دلوقتي بيكونوا حياتهم أو غيره. لكن اللي بيدور على حاجة وما بتحصلش بيبدأ يرتبك ويبدأ يشوف الأسباب ورا بعضها بقى إيه اللي حصل. فهنا جات المريضة شفت الشكل ده فده بالتالي يدعو إن إحنا ندور فين التاريخ الوراثي فين التاريخ الطبي فين التاريخ اللي حصل فين صورها قبل العمليات فين فلقيت فعلا ملف دسم في كل حاجه كانت قديمه تعبوا فيها الاطباء في الاول خالص وصلحوا الشكل الخارجي. لما كبرت بقى في الوش. لانما كانت طفله ما كانش فيه كبرت ونزلت دوره ودوره منتظمه وما فيش اي مشاكل خالص. وبالتالي ما فيش حاجه كانت تستوقفهم هنا. لما حصل الزواج بقى الاستيقاف الاول في قصه الالام في الدوره المستمره والالام في الجماع المستمر وتاخر الحمل بالنسبه له. سونار بيقول ايه؟ بيقول ان في فعلا السونار كان صادق بيقول ان في هنا رحم ذو قرنين. مبيضين حجمهم طبيعي ما فيش اي مشاكل. ولكن عشان هنا بقى في شكل بقى عاوزين نزود الانفستيجيشن اكتر فنعمل ام ار اي رنين مغناطيسي. فالرنين المغناطيسي اكد وجود البايكورنت يوترس. بس اضاف لنا ما اتكلمش على الجزء اللي تحت قال بايكورنت يوترس. يعني رحم ذو قرنين خلاص كده. واكد وجود المبيضين موجودين واكد ان في مشكله في الكلى موجوده ان في برضه هنا اكتوب الكدني موجوده لكن مفيش دوبليكيشن في الكدني مفيش دوبليكيشن في اليوريترز ولا اي حاجه. هنا هيستوجب ايه بقى خطوه اخرى في الانفستيجيشنز. هنجري اجراء منظار بطن رحمي مثانه. البطن ليه عشان هنشوف الرحم من فوق والرحم ليه عشان نخش نشوف الرحمين اخبارهم ايه والحاجز الرحمي اللي موجود بينهم هيزال ازاي. احيانا بنزيد بمنظار الرحمي لكن وانت سوبرفايزد بمنظار البطن وانت شايف افضل عشان احيانا ميبقاش في مشاكل تكون انت مش شايف من تحت فقط لكن فوق هو ده اللي هيسيطر عشان تعمل صح. وفي حاجه الترانس الومينيشن اللي هتشوفه دلوقتي ونعمل الاضاءه ازاي عشان نقدر نبحث. كانت المفاجاه اللي هنشوفها في الجزء الاول في البطن مع الجزء الثاني اللي من تحت نرفع كده وبالراحه بقى بالراحه خالص. سابق. اول حاجه شكل القلب هارت شيب. نقف بس كده رحم. نقف بس ارجع سنه صغيره ايوه ايوه شيل لي بقى الاله ارجع سنه صغيره الاله مش موجوده شيل الاله شيلها كمان ارجع سنه ايوه بقى. لو تيجي ده شكل الرحم اللي هو السبتيت او السبسبتيت يا اما رحم شكله هارت كده شبه القلب شكل القلب ومقسوم بيبقى من جوه من النص. يبقى ده الشكل اللي بره عليه ورم ليفي صغير موجود في 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 سبسيرس لا يؤثر ولكن احنا بنشرح كل حاجه. بدانا نبص بقى على المبيضين هنلاقي حاجتين جدا مهمين. المبيضين بيدد سبحه الانبوبه بص وصل قد ايه 30 سنتي. شوف انبوبه فالوب طولها 30 سنتي. المبيض اربع اجزاء ادي جزء نكمل صوره هيتقسم ادي جزء والمبيض الثاني ست اجزاء لدرجه بص ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه ست اجزاء
وانبوبه فالوب حوالي 30 سنتي. عامل زي ست اجزاء. عامل زي السبحه. زي السبحه. من ادخن لارفع او من ارفع لادخن. بص كده وثبت ثبت. بص ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثه اربعه خمس ست اجزاء. ده المبيض الايسر والمبيض الايمن اربع اجزاء. هنا في الهايبرتلوريزم دايما معاه بايكورنت يونيكوليس تلاقي رحمين رحم مقسوم اثنين وعنق رحم واحد. في الغالب ممكن يبقى عندها بوليسيستيك اوفري يعني مبيض متعدد التكيسات لكن لم يذكر على الاطلاق ان المبيض ده بص كان دي تلو عدة لوحدها شايف المبيض ده ثبت كده ثبت غريب قوي لا ارجع تلنا صغيره عشان يبان ثبت بقى ثبت هنا المبيض الجزء الصغير ده بيسموه الاكسسوري اوفري كان مبيض وليه زوائد والزوائد كل واحده منها مزروعه كانها مبيض لوحده من حالات النادره لم تحدث على الاطلاق هي اخرى ان يبقى فيه اكسسوري اوفرز في الناحيتين كل واحد ده اربع اجزاء وده ست اجزاء وهنا بقى المفاجاه الاخرى ان لقينا عشان الجزء الثاني مش هنقدر نشتغل بيه من تحت لقينا الالم سببه ايه هي عندها دبل فاجينا عندها مهبلين في سبتم طولي حاجز طولي فقسم المهبل اثنين ولقينا اثنين عنق رحم كأن دول رحمين والحاجز الرحم اللي بينهم مش حاجز رحمي ده جزء من نسيج الرحم يعني لا يستأصل لا يزال في الحالة اللي زي كده بالشكل ده بنتكلم عنها ليه واحد لما تيجي تعمل سونار مش بالسهولة تجيب المبيض بالشكل ده اثنين لو الست دي ما حملتش طبيعي والمبيضين متاخدين لاتراليزيشن ومتاخدين لغاية فوق يبقى على الأقل هتعمل ترانس ابدومينال اسبيريشن للاوقه للاو سايت للاوفا يعني يعني هنعمل من طريق البطن سحب البيضات يا اما عن طريق مباشره سونار يا اما هتعمل عن طريق المنظار هنا اهو ثبت بقى الصوره ادي صوره الام ار اي لما تنزل تحت تلاقي الام ار اي ما كملش وبالتالي ما جابش الاثنين عنق رحم جايب الصوره اللي فوق لو كملها ورينا صوره ثانيه باللاترال فيو ورينا طب ورينا الصوره دي لو في صوت في صوت دي ايمن ممكن هو احنا مسحنا كل الصوت مش مشكله يعني احنا طب ثبت ارجع لورا تاني ارجع لورا سنه كده سنه كده لاترال فيو ده لاترال بص view. بص ثبت بقى اللاترال فيو اللي هو على اليمين هتلاقي الرحم لغايه عنق الرحم بس الجزء الثاني او نص الرحم الثاني مش هيبان باللاترال فيو لانه ما ورا بعض يعني بيصور ده وورا ده فبالتاكيد الاولاني هو اللي هيبان ولما بيجيبها كده قصاد الكاميرا بيجيب الـ هنا الرحم ويجيب الرحم بس مش قادر يجيب عنق الرحم من هنا عنق الرحم من هنا هنا اهو اثنين عنق اثنين رحمين واللي جزء شوف الفلاش اللي بينهم ده جزء من الرحم يعني لو تم وفكرت تستأصل الجزء ده كأنك بتقطع في عضلة الرحم نزيف لا يتوقف ومش محتاج انك توسع الاثنين طب نعمل ايه شلنا الحاجز اللي موجود المهبلي اللي موجود لما شلنا الحاجز المهبلي الموجود هيعمل ايه رقم واحد زود فرصة حدوث الحمل الطبيعي من الرحم ده او من الرحم ده وصل الرسالة والحالة الوحيدة هل ممكن بقى يحصل هنا حمل بيحصل حمل ممكن يحصل في رحم ده او ده بريفرنشال حسب التبويض اللي حصل في الناحيه دي او الناحيه دي طب لو حصل توأم يبقى موجودين فين اكيد في رحم واحد بل هل ممكن يحصل في حالات كده توأم كل واحد في رحم جبتها لك الحاله بتاعت انجلترا حاله كده حاله كانوا بيسموها ميركل بيبيز يعني زي توأم وكل واحد يروح في رحم يعني جت ازاي يعني معنى كده بويضتين اتخصبوا في ذات الوقت وكل بويضه رخلت في انبوبه وكل انبوبه وصلت في اتجاهها لغايه الرحم وزرعت في الرحم ربنا وفوق كل ذي علم عليم ده ربنا بقى دي مش قدرات حد دي ما فيهاش طبيب دي ما فيهاش مهاره دي ما فيها هنا ان ربنا بيقول لنا لو انتوا شايفين الامور بتبقى صعبه واحيانا تقول مستحيله على الله هين وهو علي هين دي حاله تانية لو نجمع هنا حالات الاكتوبيك كيدني اكتوبيك اوفري يبقى حاله المبيض اللي ما كانش في مكانه
وحاله المبيض اللي فيه لاترالايزيشن برضو اللي ما كانش في مكانه يعتبر اكتوبك اوفري او البيدد او اللي كان فيه اكسسوري اوفري ده واحد تاني زي الحاله اللي كانت ما رضيتش اجيبها كانت قديمه اللي كان فيها 3 اوفري كان اكسسوري اوفري بنتكلم على الجديد وبنتكلم على كل ده ممكن ينزل تحت سبتايتل هنا الاكتوبك اوفريز او الان اكسبكتد بريزنتيشن للاوفري ومعانا كان واحد برضو قبل كده اومنتال اوفري لما قلت لك الحاله الاولانيه الاوفري او المبيض كان موجود تحت الكبد الحاله الوحيده في الليتريتشرز اللي ثبتت ان المبيض تحت الكبد كانت لبنت صغيره وكان ساعتها موجود فين موجود في الاومنتم تحت الكبد وكان التفسير التفسير ان المبيض مش في مكانه وموجود في الاومنتم هل من البدايه زرع في الاومنتم ولا حصل له اوتو امبيوتيشن اند ريترانسبلانتيشن او اوتو امبيوتيشن يعني كان المبيض ممكن يكون لف حوالين نفسه وتشال فاتفصل تلقائي حصل له غرغرينه فصل ولما اتفصل وقع وبحركه الامعاء حركته منديل البطن راح واخده واخده وبدا يحتضنه ويغذيه لانك ما شفتش وصل له دم ما شفتش المانوفر ده بيحصل فبتبقى نظريا وايماجينيشن زي ما اينشتاين كان بيقول ان الايماجينيشن بيتر ذان نوليدج يعني ما يكون عندك تخيل افضل كتير جدا ما يكون عندك معرفه لان لو انا عندي مثلا معرفه بالورق ده فقط انا خلصت دول اللي بتكلم فيهم لما يكون عندي تخيل دول يزيدوا انا عمال اتخيل اكتر فلاقي اضيف لده حاجات كتيره فهنا ده كان التفسير المنطقي اللي موجود وده كان يفسره ليه كمان لما نلاقي درمويد سيست كيس درمويد موجود وراح للمكان ده واتزرع ولما كنت في بدايه الحلقه بكلمك وبقول لك فعلا يا ايمن لما بعض الناس لو مش هيتكلم علم يبقى دجل كانوا بيسالوا حد على يعني التواصل وهو مش طبيب وبيقول له بتقول له اختي لقوا فيها كيس في شعر يا سيدنا الشيخ قول لنا وده اكيد مش شيخ برضه لان يمتهن يتاجر دجال يتاجر بالله مش مع الله اه وفي تجاره مع الله لن تبور لكن تجاره بالله عماله تحلف وتايمن واوا والقصه مش كده فقال لها سحر ومس فقالت قالت له رحت للطبيب وشال الكيس اللي فيه شعري واسنان انا بقول ليه لان الى الان في 2019 بعض الناس متخيله ان ده سحر واتزرع في 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 المهبل او اتزرع في فمنحها من الجواز او اتزرع في المبيض فعمل لها شعر واسنان سحر لدرجه كنت دايما اسقط واقول لك ايه هو العفريت في مصر تخصصه امراض نساء يعني جاي بس في الحته اللي زي كده فقال لها بتقول له رحت وشالوا العينه وراحت تتحلل في معمل حلل العفريت قال لها اسحبيها من المعمل واعملي لها رقيه شرعيه وحجامه 19 سنه أنسة ألام في البطن والحوض عدم انتظام الدورة الشهرية تاريخها استئصال ورم من القدم اليسرى واستئصال لوزاتين الرنين المغناطيسي كيس دموي على الجانب الأيمن حوالي 9.5 سنتي في 9 سنتي كويس نشوف القصة هنا بقى دايما وإحنا في غرفة العمليات موجود معانا الفانوس الأشعة مش الفانوس السحري عشان نبدأ نشرح عليه وإحنا موجودين القصة بتبقى ماشية إزاي واللي شفناه بالإم آر آي واللي بقى نقدر نخش هنا بالمنظار بناخد جزء من السائل اللي موجود شوية أسايتس موجودين ونبدأ عشان هنحللهم ونشوف القصة بتاعتنا ماشية إزاي دي إزاي ده الدودية بنبص بصة بانوراما لكل الأعضاء البطن والحوض الموجودين الكبد لقينا الكبد هنا ثبت الصورة هنا بنفصلنا الكبد كأن في شايت فروث رغاوي كان كأن ما بينهم حاجة حصلت أسايتس دخل ما بينهم التهاب موجود بينهم نشوف نكمل فص ثالث للكبد خلاص من الحالات النادرة اللي موجودة هنشوف دلوقتي كمان حتى الاكباد فيها يعني اكتوبك في حاجات مختلفه اكسسوري المبيض الايسر موجود شويه بطنه رحم مهاجره موجوده وفي رايت وليفت لوب وفي كوديت لوب وكوديت يعني. لوب كوديت ليفر بينهم كده بيبقى
ايه ده بقى؟ احنا فين هنا؟ هنشوف بقى الموقف ده. اها سايبه خالص الكاميرا تجيب الاول. كمل كمل. ادي بنشاور الاول. ايه هنا بقى؟ خراج نسا. اوكي. ما اتفتحتش بطنها قبل كده. مفيش جراحه قبل كده. الشوكليت سيست ثابت، اتحول الكيس بالكامل الى خراج لانسه. مش سيكشوالي اكتف. متربيه تربيه محترمه، مفيش اي علاقات بينها وبين اي حد. انسه يتحول كيس بالكامل، لان كان عندها هيموجلوبين منخفض، عندها تسمم، عندها الام في جسمها، عندها الام في عظمها، متشخص انه طالع رحم مهاجره، ومتشخص انتظري ثم انتظري ثم انتظري انتظري الجواز. كتير جدا لما نقف بس نثبت شويه كده. كتير جدا يا ايمن بنات تيجي واحنا ناقشنا في ده، وكان احد اسباب تغيير الصوره النمطيه في مصر وجود النقش المستمر، النقاش المستمر والطرح المستمر، ان انساتنا بناتنا هيبداوا من بدري مبكرا. انت مشروع لامراه صالحه صحيا وجسديا ونفسيا بالتربيه وبالتعامل والتربيه الصحيه الحقيقيه، او نأجل قراراتنا لما بعد الجواز. طيب هل دي حاله تتأجل لبعد الجواز؟ لو ثقافه هل لما يكون في بطانه رحم مهاجره او اورام لفية تتأجل لبعد الجواز؟ هو الجواز حل ايه للمتزوجين؟ عشان هيحل ايه للانسه لما تخش في سوق الزواج؟ يعني لو واحده متزوجه وعندها كيس دموي، هو ايه اللي حصل ليها فخفت عشان لما اقول للتانيه لما تتجوزي هيختفي هتحملي؟ اذا كان الكيس الدموي اللي المتجوزه اجل الحمل، طب لما نستنى لما التانيه تخش لسوق المتزوجين او لكاتيجوري المتزوجات، ايه اللي هيحصل عشان نستنى؟ عاوزين نغير ده، عاوزين نناقش ده بوعي. كفايه كفايه اضمحلال فكري، وكفايه تاخر، وكفايه ان انا اقول عشان اخاف على بنتي فاجل القرار، فلاقي الطامه بقت كبرى بتتجوز والله يجي ابوها معاها ويقول لي جوزها قال انا ماليش علاقه انا متجوزه وهي كده، انت تقوم بالمصاريف. ده ايه الراجل يعني ده راجل اونطه. بلاش راجل اونطه. ادي واحد راجل قليل. واحد راجل قزم. اتنين قصير. خلاص كده. يعني اقصد ايه؟ انه بيحصل احيانا امراه خلتني والله اكلم جوزها تقسم بالله وتدمع ان ما تعرف حاجه عنها، ان كان عندها ورم ليفي ما سابلهاش زواج قبل كده، وزوجها متخيل انها كانت عارفه انها عندها ورم ليفي ومداريه. ده ايه الراجل المخ البايظ ده؟ ما هو اللي بيحصل احنا بنتكلم هنا علم، وفي اماكن اخرى بيتكلم ماده. لا في اماكن اخرى بيتكلم في شيطان بيتكلم، فيقول له ايه انت تدبست في الجواز ده، ده كان يعرفه ده مش عارف ايه. بيطلع من حد بيطلع من الناس، وبيطلع من امهات هي بتنصح ابنها تتجوز ليه يا ابني واحده عندها بطانه رحم مهاجره، وكان بطانه الرحم المهاجره بعبع ما ينفعش يتصرف وما ينفعش يخلص من جسم امراه، وخلاص موصومه انها تحمل بالحقن المجهري، وانما كانت فرصتها في الحقن المجهري ضعيفه. كلام ده لا، كلام ده 60-70% من الناس بطانه رحم مهاجره بتحمل وجود بطانه رحم مهاجره موجوده. احنا بنعالج الناس اللي عندها الام مبرحه مش قادره تتحمل الالام، او لما يكون عدى سنوات من العمر ما حصلش فيه حمل، وبنقول التجربه الاولى مستمره، لما بنقول الجراحه الاولى، والجراحه الاولى لازم تكون سليمه بعد كده طول عمرها تبقى تكون افضل. واتفقنا لو احنا عارفين ان مرض فيه رجوع، طب ما احنا بنستعد له زي ما قلت لي قبل كده من سنوات العمر السابقه، نعمل ايه؟ قلت لك خلي السلاح صاحي. فنخلي السلاح صاحي بالمتابعه، لو كيس رجع تاني لان انا جسمي عنده سداد لتكوين اكياس اخش بمنظاره بابسط سكند لوك، ولو رجع تالت هرجع بسرد لوك بره منظير تتعمل ان شاء الله لو 14 مره، لكن مش هتقدر تفتح بطن 14 مره، ونقدر نسيطر على المرض. بنقلل منه بنقدر نسيطر عليه، نتعايش سنوات من العمر في سلام، ولو رجع نرجع. ده باختصار، وهتبقى جنب مريضك يعني ماديا حتى لو محتاج. لو كنت قلت الاقربون اولى بالمعروف، فمريضك اللي بقى في ذمتك لما يرجع له مرض تاني، ولو كان الشق المادي واقف معضله بالنسبه له اقف جنبه.
واقف لان ده هتحاسب عليه برضه ان شاء الله لو بتكلفه، ان شاء الله لو مجانا ليك، والذين في اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. ده حق. يعني لك انت لو هتمشي هتتبرع بحد في الشارع، اتبرع لمريضك اللي كان محتاجك. قريت انا ده باختصار. قريت راي حلو قوي قوي لواحد مثقف راجل محترم قوي صديقي يعني. كتب حاجه جميله قوي، كتب ان احنا عندنا حاله من الاستسهال في حته الصدقه دي. تبقى انت راكب العربيه بتروح للمحترفين، محترفين الشحاته محترفين، وتدي الفلوس ليه، رغم ان انت لو تعبت نفسك ودورت على مين اللي يستحق سواء في المستشفيات او جمع. في الاماكن والجامعات اللي معاك في البيت واللي معاك في العيله واللي في العيله واللي في العيله. لن تكون سوي خيركم خيركم لاهله واهلك لتهلك. وبالتالي الاقربون اولى بالمعروف. يعني اقصد دلوقتي لو انا هعمل معروف انت اقرب واحد ليا في القعده فانت الاولى. اه طبعا. ولما نخرج بره الاقرب موجود، فالاقرب ليك من اهلك وابوك وامك واخواتك وجيرانك واللي في الشارع واللي تعرفهم ومريضك. لما تكون هتتصدق او مريض عاوز يعمل حقن مجهري او مريض عاوز يعمل كذا، والمريض ده كان معاك الاول وعمل عمليه واستنفذ ماديات، وتقف جنبه لان ده هتسال عن ده. ده باختصار. وبالتالي احنا تهنا، احنا مش تهنا ولا حاجه، احنا في الحاله لسه. لا انت بتاخدنا الاماكن حلوه قوي. يعني يعني ما هي كلها بتوصل لبعضها، العلم مع الانسانيه مع العلم كمان. ما هو اصل خلي بالك حضرتك، المريضه النهارده اللي عندها مشكله مرضيه وهذه المشكله المرضيه حلت بالعلم، لما تتكرر او تعود لها جزء من المشكله، او هي طبيعه المشكله المرضيه فيها طبيعة الريكارنس العوده، العلم مش بس اللي بيتدخل في الموضوع ده، ولا كان عمره العلم هو البطل الوحيد. الحاله الانسانيه، الفهم الانساني، الترابط المعنوي. لان لما اتعملت دراسات على كل ربوع الطب للحاله المزاجيه الانسانيه لما بين الطبيب والمريض، من اول الحاجات البسيطه نزلات البرد، من اول نزلات البرد كان دور الطبيب الا ايه ده شويه برد تاخدي كذا وبتاع، لقيته في تعاطف في عينيه معاها، بيلاقى ان المريض بياخد الادويه في ميعادها وفق رؤيه طبيبه لانه مؤمن بيه وشايف تعامله الانساني. الى امراض القلب، ردت فعل المريض للدواء واستسلامه، حتى ان قال لك ان في دراسه اتعملت ما بين الشق الايجابي لتوقف التدخين والطاقه الايجابيه اللي بتطلع ما بين التعاطف مع من المريض وطبيب، لقوا ان اقوى 20 مره عن ان وقف السجاير. وفي السرطان وفي الامراض المزمنه، كل ما كان تاثير تبي باشن مع مريضك ومتعاطفا كلما كان زادت الطاقه الايجابيه الموجوده. الحاله القادمه ربنا بيقول كده الرسول صلى الله عليه وسلم، فبما رحمه منا لنت لهم. رحمه ربنا يزرعها في قلبك، فرزعها زرعها في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك اتركوك قائما. اقف بقى. لو كنت فظا غليظ القلب، الفظ يعني ممكن تكون انت من جواك رحمه بس لسانك فظ، او العكس فظا وفي رحمه، او ما في او كلامك حلو بس مش من غير رحمه. برضو في تخاصم بين اللي بتقوله واللي جوه واللي بره، فبيشعرك الانسان اللي قصاده انك انت مش عارف يحسك رغم ان انت بتقول كلام كويس، مش عارف يحسك. فتعال نشوف، تعال نشوف الحاله. هنا بقى مريضه، الحاله دي مثيره جدا. جدا جدا انا شفتها الحاله دي ذهلت. مريضه 69 سنه. متزوجه من 50 سنه، لديها 6 اولاد من ولاده طبيعيه ما عدا اخر ولدين قيصريه. شكوى الام مزمنه بالبطن والحوض خاصه من الجانب الايمن، كلهم ايمن ملاحظ. 69 سنه. تاريخ المرضي، تعاني من ارتفاع ضغط الدم ولديها تاريخ مرضي بحدوث جلطه بالمخ، وتستخدم علاج اسبرين واجلت عليها علاج طبيعي بعد الاصابه بشلل النصف نتيجه الجلطه بالمخ. السونار اشتباه وجود ورم ليفي بالرحم بالمبيض الايسر بقى هنا. وكيس على المبيض حجمه 9 في 7 في 6 سم. تخيل بقى التاريخ ده، ان انت شايف تاريخ الطب المرضي والسن وجلطه و و و، هتعمل ايه في حاله زي كده؟ تقبلها بمشاكلها كلها؟ تستعد لها؟ ايه اللي ممكن يكون موجود؟ المريضه اتعمل ليها هنا فتح جراحي
وتشال، كان في كيس كبير لكن متوقع ان يكون في سرطان. كان معانا الدكتور جمال عميره هنا لانه كان شاكك بان في وجود غدد ليمفاويه. واثناء نقف بقى ثانيه هنا، نقف ثانيه هنا. اثناء التعامل كان عندنا احنا في المراره فيها حصوات. فهل هنا بقى في ارتباط ما بين المشهدين، الكيس اللي موجود اللي الحمد لله طلع حميد بعد ما استقصى، والغدد اللي موجوده اللي طلعت غدد التهابيه، فاللهم لك الف حمد، عملنا هيستو فروزن سيكشن وحللنا عشان نشوف هنبروسيد على ايه، اللهم لك الف حمد طلع كويس. واحنا بنستقصى المراره وقفنا الشكل اللي هنشوفه دلوقتي، وبعد كده نقول هو في رابط مشترك ما بين المراره والكيس اللي موجود على المبيض، هنشوف. تعال نفتح المراره. دي المراره، فتحنا لقينا عدد كبير من الحصوات، عدد كبير من الحصوات. بحمد الله ان المريضه لم تعاني من ال 300 حصوه اللي موجودين في المراره. 300 حصوه موجوده في المراره باحجام مختلفه، كان حتى الدكتور جمال كان مندهش من الشكل ده. 300 حصوه في المراره، يكون سبحه وقعت ولا واحده منهم تمشي تروح بالعمر ده في القناه المراريه سدها. يعني شوف حتى لو الشكل موجود، ادي حصوات المراره الزرقاء. طيب هنا مش الموضوع، يعني طرفه الموضوع ان 300 حصوه موجوده، واكيد لو دورنا في الليتريتشرز هتلاقي ان في حتى الحاجات اللي زي كده تبحث، ولكن الترياد اللي موجود اللي احيانا تلاقي بطانه رحم مهاجره او اورام لفيه معاها حصوات في المراره، ده مش صدفه، ده علم يؤكد ان كل الاسباب هايبر استروجينيميا، بيزود الاستروجين ويزود الكوليسترول الديبوزيشن اللي موجود. عشان كده لما نعمل سونار لانسه حتى وبنلاقي ورم ليفي او كيس على المبيض، نتجه باتجاه السونار لفوق نشوف الكبد، عشان في الغالب هنلاقي فيه حصاوي، وفي الغالب هنا في كلمه بنأصل علم تاني انها مش صدفه، او عشان ما نبقاش واحنا هنعمل منظار او كان لو فتح البطن ده استكشافي نشيل المراره بالمره، عشان ما نلاقيش كمان ممكن يكون عندها ديسبيبسيا، ممكن يكون عندها مشاكل في عسر هضم، او ان في يوم من الايام هتنزلق واحده من الحصوات تسد القناه المراريه وتدخلنا في مشاكل كبيره جدا احنا في عرض عنها. فاحيانا هنا البرفنشن بيتر دان كيور، او الوقايه خير من علاج. لو اكتشفت هنا حاجه فبالتالي بتوصل المعلومه للمريض والاهله، هنا عشان المريض يخلي بالك ممكن يقول لك ايه، هو بيفتح عليها شغل، هو انا عندي كيس على المبيض ايه علاقته بالمراره؟ فانت بتوصل ان جسم واحد، هتعمل منظار فتتجه تحت ومعاك جراح يتجه فوق للمريضه في جلسه واحده خرجت وهي معافى، ما تاجلش ده المره ثانيه، ما تاجلش ده المره ثالثه، بالعكس حتى ده لو ماديا هتبقى اسهل، لان ده هيبقى مش عمليه من البدايه كلها. يعني اقصد اعقلها وحط البالانس اللي موجود، بس الادهش والاكبر واللي بنتكلم فيه النهارده انه مش صدفه، وليده الصدفه او كونسيدنس، يبقى بالاحتمال كده وبالمره، او ايه ده ايه ده ايه اللي جاب ده لده، ليه ارتباط وثيق. ولو دورنا في الليتريتشرز وبحثنا هنلاقي ان فعلا بجد اورام لفيه وسمنه ومراره، اكياس على المبيض وسمنه ومراره، سندروم بيبقى متلازمات. حاله ايه الف ميم اللي هي ورم تحول لكيس شوكولاته، هنا بقى نقرا الحدث وبعدين نقف عنده. نقرا الاول، 46 سنه متزوجه من 12 سنه، الام اثناء الدوره، الام مزمنه في الحوض، الحاح وتكرار في البول مع حرقان. يعني الشكوى ممكن تجي لك يا نزيف يا الام يا مشاكل في البول بسبب ان حاج المرض وصل للمثانه البوليه ولا ضغط على المثانه البوليه. تاخر حمل اولي 12 عام والام في الجماع وتاريخ منزار رحمي ل 2016 وحقن مجهري ولم ينجح، موجات فوق صوتيه او رمل فيه. خلاص كده؟ تعالى بقى نشوف السبب الاصيل. كيس دموي موجود. السبب الاصيل للالام المبرحه
هنا لما بنتعامل ونشوف الاورام اللي فيها نصبر شويه يا جماعه. الاورام اللي فيها اللي موجوده اتفقنا الاورام اللي فيها عامله زي الريال استيت وزي وانت بتحب وبتعشق العقارات طبعا فريال استيت خلاص كده حسب الريال استيت واخد زاويه واخد كورنر بص على بحيره بص على ناصيه الشارع بص على جنينه بص على ايه اتفقنا كده الاورام اللي فيها يا بص في تجويف الرحم يا في عضله الرحم يا بص على البطن بره علمونا اللي بص على تجويف الرحم ليه علاقه بالنزيف وتاخر الانجاب والاجهاض المتكرر وعدم حدوث الحمل حتى ولو هتعمل حمل مجهري لازم تستأصله الاول والنزيف وعلمونا اللي موجوده في عضله البطن لو نصها داخل تجويف الرحم هيعمل زي الزب اللي كانت موجوده في تجويف الرحم ولو محطوطه جنب اعضاء جانبيه هتضغط عليها على المثانه هتعمل تكرار في البول والحاح على البول على الجانبين ضغط على الحالبين ممكن تاثر على الكليتين وهيدرونفروزس هيدروتر او مضغوطه ضغطه في الانكارسريتد تحت ورا ممكن تعمل الام زي الغضروف بالظبط والام موجوده او امساك مزمن لسه الاورام اللي فيا اللي على سطح الرحم احيانا بنزرها باستخفاف سابسيرس ملهاش علاقه خالص بالعمليه الانجابيه موافق ملهاش علاقه خالص بالبريشر سيمتومز الا لما تكون كبيره بالاعراض الضغطيه بس اللي موافق بيه ونتكلم ونقصله النهارده ان السابسيرس مايوما اللي موجود على سطح الرحم لازم يعرفونا انها 60% منها مع بطنه رحم مهاجره والمشاكل اللي بتيجي منها هي نتيجه الالتواء ونتيجه ان كميه الدم اللي مش رايحه لها كتيره فبيحصل التصاق بينها وبين الاومنتوم والالام اللي موجوده وتعال نشوف النهارده حاله نادره جدا كيف يتحول الورم الليفي الى تشوكليت سيست كيس دموي كامل كان الورم الليفي بقى رحم او بقى مبيض وتحول بالكامل الى كيس تشوكليت سيست تعال نشوف ورم ليفي يتحول الى تشوكليت ادي الرحم بس الاورام اللي فيه كتير وادي مجموعه من الاورام اللي فيه ومنديل البطن هنا نازل من فوق وبدا يلتصق مع الرحم هنبدا كالحل الاول نرجع الوضع التشريحي الاول نرجع كل حاجه مكانها فنبدا منديل البطن نحرره من الالتصاق لان مش عشان نحرره هو ده السبب لانه لما بنحرره هنكتشف تحتيه الاصل المشكله واصل الحكايه حررنا منديل البطن وهنرجعه بالكامل لازق بالكامل هنا مع الورم ده هنبدا نستأصل الالتصاق ورجع منديل البطن ونشوف مفيش نزيف معاه او لا ونرجعه في مكانه الطبيعي اللي نازل من فوق عشان كده مشدود عشان كده الام في فم المعده تعال بقى نبص البصه هنا تعال نشوف بقى مجموعه الاورام اللي فيها الموجوده نبدا نحرر وبنسلك الكيس اللي هنشوف فيه عليه بقره لبطانه رحم مجرى افتح كيس شوكليت ده لسه بقى ما خافية كان اعظم مش ممكن يبقى فيه اكتوبيك اوفري جوه الورم الليفي ولا ده لا ده ورم ليفي بالكامل بص بقى بص يا ايمن بص شكرا هتنزل منه هو ادي الرحم تحتيه وهو بالكامل اتحول للشوكليت سيست بص كمل لسه يعني جت فيه بطاطا رحم مهاجره بقى جواه ده بيسموه سيستيك ادنوميوزيس يعني ده جزء ان هو تحوصل يعني كانه تغدد رحمي وتحوصل وتحول الى بطانه رحم مهاجره بالكامل وده السبب الاصيل اللي كان بالسونار مطلع ان في كيس والسبب الاصيل اللي كان موجود على ان يبقى في الام رهيبه ومبرحه دي مجموعه من الاورام اللي فيها ساب سيرس كلها بنشيلها زي ما انت شايف كلها لابروسكوبيك نقدر نشيل عدد الاورام اللي فيها اللي موجود ونتخلص منها ونشتغل وبقت حاله تقليديه بعد كده مجموعه من الاورام اللي فيها ان كان عددها اللي موجود هنقدر نطلعهم وبعد كده هتعمل لهم فارم الفارم ده يا اما ميكانيكال زي ما شفنا قبل كده بالمفرمه يا اما الكتريكال يا اما كهربائي انك انت بتقدر تقطع سلايسز بالمونوبولر يا اما ميكانيكال برضو تقدر تقطع بالمشرط في الاخر خالص ممكن نشتغل على الاورام اللي فيها ونطلعها بالكامل وبالبطن مقفوله وده بيتوقف من حاله الى اخرى الا ما عدا الاورام اللي فيها المشكوك انها ممكن تكون لا قدر الله فيها شبهه سرطانيه
او الامراض الليفيه اللي بدا يحصل فيها تاكل وبالتالي بقى يحصل فيها التهابات فما تنصرش. مش عاوزين نعمل حاجتين. في حاجه اسمها في العلم ديسبرشن وديسربشن، يعني انك انت وانت بتعمل الخلايا غيرت من شكلها ديسربشن ديسبرشن تبدا تنتشر، فبيبدا يحصل حاجه اسمها فايبروماتوزيس، وتلاقي كل ده البريتون تتحول الى اورام نفيه بؤر موجوده. فبناخد بالنا عشان كده ما قيل وما قال على المفرمه وايجابياتها وسلبياتها. عليها شويه كلام. هو اللي بيتقال لاي حاجه في الدنيا ليها ايجابيات وسلبيات، ولكن انت قد ايه كنت حافظ الاله اللي في ايدك فتبدا تتعامل معها تعامل امثل. في حالتين جايين يدوروا حول الانابيب الحقيقه، والانابيب منطقه قليل لما نتكلم عنها، ويبدو للمستمع او للمشاهد عندما ياتي الحوار للانابيب حتى في المجال الطبي ان الانابيب دي حته مزعجه جدا، وافضل شيء التعامل معها هي الاستئصال. عايزين نقف في قرار ساعات بيبقى سابق التجهيز في الطب اسمه البروفايلنج، انك انت مريض داخل انت خدعت نفسك وقللت من كل كرونس اشعارك، ان اول ما دخل عليك انت شخصته، فاول ما بيقعد قصادك مهما بيتكلم انت عقلك الباطن خدك في السكة دي. مثلا مريضة بتقولك عندي ألم وألم مستمرة وعاملة سونار وعاملة MRI ومش لاقي حاجة عندها، فتقول بطنت رحم مهاجر. ليه؟ لأنه مستخبي ومخفي، وأحيانا يبقى في البريتون وهو مرض بريتوني أصلا، وبالتالي اللدعات البسيطة اللي موجودة على سطح البريتون مش هتورى بالسونار ولا بالMRI. ليه؟ لان الMRI ما بيقراش لغير كل ما هو اعلى من سطح الجسد بايه حوالي 5 ملي، طب اللي هو اقل من كده لن يراه، وبالتالي بتقول بطنة رحم مهاجر. بالرغم لو انت ركزت، عشان كده قعدت في اخر حلقات كانت مجمعة عايز النش كتير قوي، ان النش ده اللي هنتكلم فيه طب بالمفاجآت الرهيبة بقى. على فكرة النش ده اللي هو عبارة عن فتق في الرحم ده دلوقتي صحة العالم، يعني يعني كل المؤتمرات في العالم كله وأوريك ان احنا اول سبق سبع مواضيع في مؤتمر فيينا كلها تدور حول النش ومضاعفات النش والحمل داخل النش، وكنا سباقينه معاك حتى لو من 3 سنين واحنا بنتكلم على النش، وبالتالي كنا من المجموعة العالمية للنش وتوابعه ومشاكله، سواء كانت على المستوى الألام أو الإنجاب أو انفجار الأرحام أثناء الولادات. هنتكلم فيما بعد. ونوادر النش أكبر نش وحمل داخل النش وتربلنس اللي موجود في النش وزوايد لازقة في النش. النش وعلاقته بطنة الرحم اللي هو الفتق في الرحم. فتق مكان القيصرية. مكان القيصرية. بس داخل الرحم. لأن احنا كمان القيصرية بدأت يعني أسهمها تقل في العالم. بدأوا يخافوا منها. للأسباب اللي هنتكلم فيها بمعلومات دي حلقة أعتقد إن هتشوفها أنت هتبقى يعني سعيد للي وصلنا له يعني إن شاء الله. فتعالى نرجع للأنابيب. نرجع للأنابيب. فالأنابيب وعلاقتها بقى، إن في حد يجي يقول لك إن أنابيب كانت مرتشحة. فقبل ما نبدأ ونقول، هل كل ارتشاح أنابيب موجود في الأشعة بالصبغة اللي برضو أشعة بالصبغة ما لها وما عليها؟ وهنتكلم على الأشعة بالصبغة امتى تتعمل ومين الناس اللي ما تعملهمش أشعة بالصبغة ومين وفي أي توقيت في الوقت، وممكن مضاعفات الأشعة بالصبغة حاليا وبعد ذلك، والناس اللي كنت راند كده تعمل أشعة بالصبغة ممنوع المهاجرة او اللي كانت عامله حمل خارج الرحم ومستأصله انبوبه ممنوع يعمل أشعة ممنوع بالصبغة. وإلا بتعمل حاجه اسمها فلير اب ومشاكل ده فيما بعد، ان يكون واحده داخله لك ومعاها في دوسيها 6-8 مرات أشعة بالصبغة، ده مش معترف بالأشعة اللي عملها، وده عملها بعد العملية، وده أثناء العملية، وده بعد العملية، وده بعد سنتين، وده لإيه؟ وكل ده تعرض لأشعة على المبيض وميوتيشن للمبيض فيما بعد اللي ممكن يحصل مشاكل. وتعملت دراسات على الأشعة بالصبغة مش مرة أو مرتين لأن الرادز قليلة، وعلى الأكثر من مرة على مستوى العمر، وبعد كده يجي لها سرطان المبيض فيما بعد وهي ناسية إن من 15 سنة كانت عاملة أشعة بالصبغة. لازم نقف وما نفكرش ان الموضوع سهل وبسيط، اعملي اشعه بالصبغه واعديها ومره واثنين وثلاثه. طيب عملنا وطلع الارتشاح في الانابيب،
كل ارتشاح في الانابيب يساوي تدخل للتعامل مع الانابيب لاصلاحها، لخروجها من شرنقه الالتصاقات، ورؤيتها بمنظار انابيب داخل الانبوبه عشان نشوف الانبوبه دي ينفع اخليها استبقيها ولا لا دي تلفت تماما فشيلها عشان ما يحصلش التصاق تاني وتتقفل تاني، او هي تبقى سبب للرجوع بطنه رحم مهاجره، او سبب لان ممكن تتحول الى خراج في يوم من الايام او حمل خارج الرحم. يبقى هنا لكن كل الموضوع نشيل انبوبه او نقفل انبوبه او نخش في حمل حقن مجهري، لا مفيش حد بيقول كده. في حاجه اسمها ريكونستراكتيف سيرجري، اسمها جراحه تعويضيه، جراحه تكميليه، جراحه ريكونستراكتيف اعاده بناء تاني استعاضيه. يعني ده ممكن الانبوبه تبقى جزء منها تلف وتشيل وتوصل ورجعت تاني، الجراحات تكون موجوده، والا ان حقن مجهري يقلل لك مهاراتك كجراح. انا اعشق الحقن المجهري في مكانه في وضعه الطبيعي زي ما اعشق المنظار وجراحته في وضعه الطبيعي، لكن مفيش مقارنه ما بين الاثنين، رغم ان دايما غصب عننا نحصل مقارنات، ولكن الاثنين علم لابد يكون في مكانه الطبيعي عشان نصل الى نتيجه حتميه وحقيقيه. ده ما يكونش مكان ده وده ما يكونش مكان ده، ده احيانا يوسع لده او احيانا ياتي بعد ده، لكن ما يكونش بالشكل او بالقطع ده هو الحل الامثل. تعال نشوف الحاله. هي 46 سنه، متزوجه من 26 سنه، الام شديده في البطن والحوض، ميل لقيء واضطرابات في الهضم، اضطراب التبول، والحاح وتكرار وحرقان في البول. لو لاحظ تكرار، لان دايما تكرار الحاله دي، لان المثانه جزء اصيل في العمليه التناسليه وجزء اصيل في قطع يعني المهبل والرحم، وكمان هنبقى اوريك يا ايمن في اللي جاي بنتكلم على المثانه في الجزء الاعلى، لا انا هوريك بقى في حاجه اسمها قال الماستر في الجزء الخلفي للمثانه البوليه ومشاكل لا تحل الا لما نعرف يعني ايه كان قال الماستر. تاريخ الجراحي، عمليه منظار بطن ومثانه استكشافيه، تعالى بكتفك الشمال شويه، سابق ثلاث عمليات قيصريه، ثلاث عمليات قيصريه. انت عارف انا افتكرت ده جزء من الحاله، في مشكله في كتف الشمال، انت عارف تقرا منها. طيب بص اللي وقفنا هنا ثلاث قيصريات سابقه، تعالى بقى نشوف هنا القصه ايه. منديل البطن جزء اصيل دايما في عملياتنا الجراحيه والالتصاقاته المستمره اللي موجوده كان جزء من منديل البطن، هو الحاجه اللي عارف احيانا الدبه اللي قتلت صاحبها بيروح احيانا عشان يمنع يروح في الالتصاقات، يا اما يسد جزء كان في نسور او فيستله او خراج يحاوطه تعمل تلين. نستدل بقى، بص هنا بدانا ننزل الالتصاقات اللي موجوده، وعورة الالتصاق الموجود وانت بتنزل التصاق خلي بالك ممكن تكون في مثانه في امعاء وراه مباشره، وادي جزء من الامعاء اللي ابدا نلاقيه، وادي امعاء في امعاء، وادي امعاء في امعاء. ايه اللي حصل هنا؟ حصل بص بقى في الجزء الاخير ده، ارفعها تاني بقى كده. أيوة. المبيض مدفون بالالتصاقات نتيجه ان كان في خراج تيوبو اوفاريان ابسس، هنا الانبوبه الشمال التحمت التحام اصيل بالزايده، الزايده في فوايتها في الانبوبه الشمال لازم ببعض. بص المنظر ده، لو ما كانش عندك الادوات الحقيقيه للفصل ما بين الاعضاء وبعضها هتروح تخش في حاله زي كده هتلاقيها صعبه، لان كانت الحاله دي مفتوحه من 20 يوم وما وصلوش عشان كان في حوض مجمد. ادي الاثنين هم ازاي ده في انبوبه فالوب، هنعمل كليبسات هنا وكليبسات هنا وهنشيل الاثنين. ازاي ده الدوديه ملتصقه ماوس تو ماوس مع انبوبه فالوب، الاثنين جوار والالتهاب بقى الصديق المشترك ما بين الاثنين فجمعهم اصدقاء الشر. والكيس اللي على المبيض لنتيجه لمريضه عندها سكر مش منتظم وبدا يحصل التهاب جوه، وازاي يحصل ان هنا نفصل الانبوبه عن بكره ابيها ونفصل الزايده ويطلعوا الاثنين في جزء متصل ببعض كانه باثولوجي واحد، وتعمل الهيستو باثولوجي وتاكد فعلا ان زايده ملتهبه ومعها انبوبه ملتهبه. نشوف الحاله اللي بعديها برضو او جزء منها، يعني هناخد منها على قد ما نقدر عشان الوقت. الحاله بتاعت الف ميم
هي برضو انبوبه مشكله في انابيب. نشوف حاله كفايه في دي. خلاص تمام احنا كده تمام قوي. هنا مريضه 22 سنه متزوجه من 6 اشهر، شكوى الام ونزيف وعدم انتظام الدوره الشهريه، الام مزمنه في البطن والحوض، الام اثناء الجماع، الحاح وتكرار وحرقان في البول. تاريخ جراحي، عمليه سابقه لاستئصال الزائده الدوديه ومنظار بطن استكشاف 2016، وجود ارتشاح بالانبوبه اليمنى واكياس على مبيضين. تعال نكمل ندخل على بعد كده الحال. اتفقنا الالتصاق جزء اصيل في العمليه اللي موجوده. بنأكد هنا حركه البطن، لو رجعنا شويه لورا رجعنا لحركه البطن كده، ارجع لحركه البطن، ارجع لاول الحاله. بص الحركه دي صوابع من البطن من فوق عشان نؤكد في فتح الجراح السابق مكان الزايده، ادي الالتصاقات الداخليه الموجوده. يعني احيانا مكان الجرح يحصل التصاق تحتيه جوه في البطن، ما خافيه كان اعظم. نكمل، ادي الرحم وادي المبيض الايسر بالانبوبه اليسرى، في التصاقات تحتيهم بسيطه، في تجمع دموي، في كيس. ايه ده بقى؟ عندما يتحول انبوبه فالوب بالكامل الى جراب وتحول الى كيس بالكامل. يعني الشكل الخارجي اللي موجود، موجود ان في اكياس اتاري انبوبه فالوب عن بكره حبيهه اتحولت الى ايه؟ مالتي سيستيك ستراكشرز، يعني اكياس جوه، يعني كان بقى بيحصل فيها التصاقات داخليه، والالتصاقات الداخليه خلت كل ارتشاح جوه يبقى مقسوم عن التاني. وعشان كده حتى لو انت بتشيل الانبوبه تلاقي جزء يتفضى ولسه في جزء تاني، بيسموها في الطب ولما تيجي تدور في الليترشرز هتلاقي كيف متى تتحول انبوبه فالوب الى مالتي سيستيك ستراكشرز، وتبان على في السونار والام ار اي انها ممكن تكون اوفيريان سيستس او اكياس عن المبيض، وهي لا كانت ارتشاح وتحولت بالكامل للارتشاح. وانت بتحرر الالتصاقات اللي موجوده وتبدا تصل الى فك الالتصاقات، ادي التصاقات وشرانق موجوده على على القولون المستقيم، كانت عامله لها امساك مزمن، بتطلع الالتصاقات لانك لو فكت الالتصاقات هتلتصق مره اخرى، لكن انت تفك الالتصاقات وتبدا تتخلص من الكيس. يعني لو نجري ونسرع شويه ونشوفها، نجري سنه كده لغايه لما الانبوبه تبدا تطلع. الانبوبه وصلت لمرحله ارتشاح رهيبه. نمشي الانبوبه، ادي الانبوبه بناخدها ريترو جريد. بص كيس قد ايه، بص الانبوبه دي انبوبه فالوب بالكامل، هنبدا نفصلها. ادي الارتشاح اللي ما ينفعش معاه اصلاح. ارتشاح عنيف جدا، والالتصاق اللي في ظهر الانبوبه واللي موجود، لو كنا شفنا الالتصاق وقف بقى ثانيه هنا، شايف كل الالتصاقات اللي تحت دي في الباوش اوف دوجلاس، دي تيجي على المثانه من الخلف وتعمل اريتيشن للمثانه، تعمل استثاره وتبقى اثاره مش بس فوق، ده من تحت. ده الباوش اوف دوجلاس لما يكون في مشكله في بريتونو. بعد كده بعد ما حررنا المبيض رجعنا تاني نرفع المبيض عشان ما يبقاش تاني في الباوش اوف دوجلاس، ودي احد الدراسات الموجوده والكبيره جدا ازاي نقلل فرصه الالتصاقات بالاوفيريان سسبنشن او تمبرري اوفيريان سسبنشن، او رفع المبيض المؤقت من يومين لخمس ايام وبعدين ننزله تاني، يكون حصل ايبيثلايزيشن تحت في البريتون وايبيثلايزيشن تحت فوق، وبالتالي لما قربوا من بعضهم تاني ما يحصلش التصاق مره اخرى. ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره وصديق والزميل والاخ الاكبر العزيز استاذ دكتور سيد الاخرس، ابدعت ونورت الدكتور. شكرا، نورتنا ويعني اسعدتنا بهذا اللقاء. شكرا، خليكم دايما مع دكتور. شكرا.